طيب عشان هنحتاج نكتب شويه حاجات في المحاضره دي مع بعض، تروح تكتبها لنفسه. يعني اول حاجه هتحتاج تكتبها، اكتب كلمه واحده بتوصف نفسك بيها. اول كلمه تيجي على بالك اكتبها، كلمه واحده بتوصف نفسك بيها، شايف نفسك بيها. لو خليناهم كلمتين هتقول ايه تاني عن نفسك؟ اكتر فكرة ثابتة عن نفسك جواك. شايف نفسك ازاي؟ غالبا اول كلمه جت على بالك اول ما انا قلت السؤال غالبا هي الاسطمبه الثابته اللي انت حفرها جواك، او اللي العالم حفرها جواك، او اللي اتقالت عليك وثبتت فيك. كل واحد فينا مدي لنفسه اسم، شايف نفسه بايمج معينه ثابته جواه، لما بيبص في المرايه بيشوفها، لما بيفكر عن نفسه بيبقى شايف نفسه من خلال الصوره. ممكن تكون في الاخر انت كتبت حاجه تانية انت بتحاول تقنع نفسك بيها، مفيش مشكله، بس اول فكره عن نفسك جات لك ساعه ما نطقت السؤال هي الفكره المحفوره جواك. كل واحد فينا عنده مجموعه اسماء، يمكن تكون اسم واحد، يمكن تكون اسماء كتيره، يمكن تكون اوصاف، يمكن تكون صور عن نفسي ثابته وعامله زي الختم كده اللي مختومه جواه. دي بعض الصور، حد فنان يعني حب يقول موضوع الصوره الذاتيه بالفن يعني، فقال شاف كده يعني، شاف ان كل واحد فينا وهو صغير او وهو كبير عنده ختم كده ثابت جواه، يمكن الشاشه مش مبينه بس ده عنده ختم كده على وشه، بس هو شايف نفسه بالطريقه دي يعني. شايف نفسه غبي، اتقال له كده انت غبي وانت ما بتفهمش. البنت اللي جنبه على صدرها كده محفور كلمه مكتوب عليها مستيك، انت غلط، انت فيكي حاجه غلط، انت مش زي كل البنات، انت اقل منهم، انت اتلمستي قبل كده، انت فقدتي براءتك، انت اقل من كل اللي حواليك. في واحد تاني حاسس ان هو ملوش لازمه، رخم، انت دمك تقيل، احنا ما بنحبكش، اسكت احسن، سكوتك احسن من كلامك. في واحده تانية حاسه ان هي عديمه الفائده، يوزلس، ملهاش قيمه، ملهاش لزوم في الحياه. قد يكون برضو تعرضت لاذاء جنسي، اذاء بدني، اهانات كتير زي ما هنشوف بعد شويه. ممكن واحد كبير يبقى ناجح، ممكن يبقى رياضي، ممكن يبقى ناجح في شغله، بس برضو عنده ختم جواه بيطرده من وقت للتاني وبيقول دي صورتي الحقيقية اللي أنا مش عارف أغيرها عن نفسي. يمكن دلوقتي أنا شايف نفسي ناجح، يمكن بعض الناس بيقولوا عليا ناجحين، بس البيت عندي مش مؤمنين بيا، منطقتي ما بتحبنيش، اصحابي القدام في المدرسه اللي كانوا بيتريقوا عليا في كذا لغايه دلوقتي شايفيني قليل برضه في وسطهم. كل واحد عنده اسطمبه كده جواه محفوره فيها صوره سلبيه عن نفسه. موضوعنا هو فعلا تخلص من مشاعر صغر النفس، وهنحط معاها مشاعر الرفض، وايه الطريقه اللي انا ابقى عايش فيها وانا حاسس ان انا ليا قيمه، انا مش صغير ولا حاجه، ولا انا اقل من اللي حواليا ولا حاجه، واتخلص من المشاعر السلبيه دي كلها. في الحقيقه الكتب اللي اتكلمت عن علم النفس كلها قالت ان مفيش انسان على وجه الارض، زي ما الدكتوره مارجو كانت قدمت، مفيش حد ما عندوش شعور بصغر النفس، سواء صغير او كبير، في وقت من الاوقات راح لسه موجود، بيجي ويروح تاني،
في نقطة معينة، لكن في نقطة تانية أنا واثق في نفسي فيها، لكن في حاجات تانية أنا حاسس إن أنا أقل من نفسي فيها. ودي فعلا الآفة اللي دخلت للبشرية من بداية السقوط، إن الإنسان شاف نفسه قليل وشاف نفسه وحش. أول حاجة حصلت وأول نتيجة سلبية حصلت بعد السقوط في الخطيئة على طول إيه هي؟ إن بصت لنفسه آدم لقى نفسه عريان، وحواء بصت لنفسها لقت نفسها عريان. إيه ده؟ طب ما إحنا قبلها كنا كده بس ما كناش حاسين إن إحنا عريانين، ما كناش حاسين إن إحنا وحشين، ما كناش حاسين إن إحنا قليلين. بعد السقوط مباشرة أنا حاسس إن أنا لوحدي مش كفاية، أنا محتاج حاجة تغطيني، محتاج دايما حاجة تديني شكل حلو، محتاج دايما حاجة تكملني علشان أنا ناقص. وده كل البشر بيعانوا منهم، أولهم أنا طبعا. السؤال التاني لحضراتكم، إمتى تحس بقيمتك؟ إيه اللي لما تعمله تحس بقيمتك بقى؟ أول حاجة تيجي على بالك اكتبها. ايه اللي لما بتعمله بتشعر بقيمتك، او لما تحب تشعر بقيمتك تسعى انك تعمله؟ سؤالين واحد سؤالين. وممكن نسأل السؤال بشكل تاني، ايه اللي بيخليني احس بصغر نفس؟ اكتر حاجة بتحصل، اكتر حاجة بحس بيها، او اكتر فكرة بتجيلي بتحسسني ان انا قليل. عكس السؤال اللي فات، بس علشان اللي ما جابهاش كده يجيبها كده. الحاجة المتكررة اللي لما بتحصل بتأذيك داخليا وتحسسك بالضعف، تحسسك انك قليل، تحسسك انك ناقص. السؤال هو بصيغة تانية برضو، ايه اللي لما بيحصل معايا بيحسسني ان انا قليل وماليش لازمة؟ اللي حضرتك كتبته واللي حضرتك كتبتيه خليه موجود، وهنقلب الصفحة بقى ونكتب الموضوع، بس عشان هنرجع للي احنا كتبناه ده ونبدأ نشوف أنا طريقة تفكيري صح ولا غلط، وأنا طريقة تفكيري مبنية على إيه، في نفس الوقت أعالج الطريقة بتاعت التفكير دي عندي إزاي. اقلب بقى عشان اللي جنبك ما يشوفش واكتب براحتك. إحنا موضوعنا لازم نبقى فاهمينه إن هو بيشاور بشكل أو بآخر، أو هو بيتكلم عن فكرتي عن نفسي، الصورة الذاتية. طبعاً أنتوا خدتوا الصورة الذاتية في المعهد، ومنكم كتير عارفينه، في حد لسه ما خدوش، تالي اولى وثانيه لازم بيبقى عدى عليه نفس سنه اولى. فكلنا فاهمين فكره الصوره الذاتيه. ايه هي الصوره الذاتيه؟ حد يقول تعريف كده ببساطه، يعني مش تعريفات علميه، يعني حاجه بسيطه. انا شايفه نفسي ازاي؟ ايه كمان؟ ها اتفضل. نفسي في عيون المقربين ليا، ماشي انت شايف كده. ايه كمان؟ الصورة اللي أهلي كانوا شايفيني بيها وزرعوها فيا وأنا صغيرة، وأنا دلوقتي بقيت شايف نفسي بيها. شكرا. زي ما أنتوا قلتوا، الصورة الذاتية هي مجموعة التصورات أو الصور، وكمان المشاعر اللي بيحطها الإنسان عن نفسه، وبيبدأ خلاص يبقى مؤمن بيها عن نفسه جدا، سواء بقى جات له من الناس اللي حواليه أو جات له من أي مصدر من المصادر زي ما هنشوف بعد شوية. علم النفس اتفق مع الكتاب المقدس موضوع الصورة الذاتية وموضوع صغر النفس، وده من خلال آيتين متفقين مع مبدأين كبار في علم النفس خاصين بصغر النفس واضحين جدا جدا. المبدأ الأول إيه هو؟ أنت تساوي ما تعتقده عن نفسك. يعني إيه؟ يعني اللي هتشوف نفسك بيه هتكونه. عشان كده امبارح وإحنا بنتكلم في المحاضرات أكتر من حد قال القاعدة بتاعت اللي هو أكت أزيف، أنت عايز تكون ناجح فشوف نفسك ناجح.
حاسس انك محتاج تتعلم مهارة معينة وعايز تبقى ايجابي فيها، حط لنفسك المهارة دي ومثل اكنك شاطر فيها، او مش عايزين نقول كلمة مثل، هي كلمة اوجع، ان اعمل ده وكأنك بتتقنه لغاية ما فعلا تلاقي نفسك بتتقنه. ده جميل جدا، ودي معلومة صحيحة، وهي فكرة ان اللي انا هؤمن بيه عن نفسي هو فعلا الشيء اللي انا هكون. والكتاب المقدس اثبت نفس الكلام وقال لانه كما شعر في نفسه هكذا هو، امثال 23. انا حاسس ان انا غلبان هتصرف بغل، انا حاسس ان انا قوي هتصرف بقوه، انا حاسس ان انا ماليش لازمه فعلا وقتي هيضيع وحياتي هتضيع بلا اي لازمه، انا حاسس ان حياتي مهمه فعلا هبقى بدور على ان انا استثمر حياتي ازاي، انا شايف نفسي وحش مش ههتم بنفسي لان غالبا حاسس ان انا مهما عملت مش هيبقى برضو شكلي حلو، انا حاسس ان انا اموره، انا حاسه ان انا اموره فدايما هبقى مهتميه بنفسي ودايما فعلا هشوف نفسي اموره وهظهر في الاخر شكلي فعلا اموره، انا حاسس ان انا ذكي دايما لما تتعرض عليا اي تحدي هبقى بفكر فيه بكل طاقتي عشان احله. طب انا حاسه ان انا غبيه، اول ما هيجي لي اي موقف علشان افكر فيه انا مش بحاول افكر اصلا. ليه؟ لان انا شايف نفسي غبي، لانه كما شعر في نفسه اللي حسيته واللي شفت نفسك بيه هكذا هو هتكونه فعلا، وده مبدا فعلا متفق مع علم النفس. في حد مننا طبعا هيقول انا واثق في نفسي، بس المشكله مش في ثقتي انا في نفسي، المشكله في نظره مين ليا؟ نظره الناس. انا مقتنع ان انا ذكي بس الناس مش شايفه ده طول الوقت وبيقولوا لي انت غبي، فاعمل ايه بقى في الناس؟ اغير فكرتهم عني ازاي؟ نيجي لتاني مبدا. المبدا ده بيقول ايه؟ مش مهم اللي الناس بتعتقده عنك بقدر أهمية اللي أنت بتعتقده عن نفسك. يعني كلام الناس قد يكون أحياناً قليلة مهم، وزي ما شفنا وإحنا بنتكلم في أول يوم موضوع المنطقة العمياء، أحياناً أنا محتاج أكتشف بعض الحاجات اللي موجودة عندي سواء سلبية أو إيجابية من الآخرين، بس ما ينفعش آخرين دول يبقوا كل الآخرين، لازم آخرين معينين يتوافر فيهم شروط معينة عشان انتبه للي هما بيقولوا. لكن لو انا سبت نفسي للمبدأ ده طول الوقت ان انا افضل اسمع الناس بتقول عليا ايه وافضل اقيم نفسي بعينين الناس طول الوقت، انا هتعب جدا جدا جدا. وعشان كده المبدأ التاني ده بيقول ايه؟ بيقول مش مهم اللي الناس بتشوفه عنك مش هيأثر فيك بالشكل الرهيب على قد تأثير اللي انت هتشوف نفسك بيه. يعني هو المبدأ الاولاني، بس بنقول لك يعني خلي بالك ما تهتمش بزيادة بكلام الناس لأن تأثيره المفروض ما ياخدش أكبر من حجمه معك. وده أثبته الكتاب المقدس برضو في مثالين حلوين جدا في العهد القديم. مثال لطيف أعتقد أغلبنا عارفينه، قصة الجواسيس الاثناشر اللي كانوا رايحين يتجسسوا أرض الموعد. دول راحوا، لما راحوا علشان يشوفوا الأرض دي هنقدر ندخل نحارب الناس اللي فيها ولا مش هنقدر، رجعوا اتقسموا فريقين. ال 12 دول كام وكام؟ بالظبط 10 و2. ال 10 هم الاغلبيه، شافوا ال 10 دول ايه؟ شافوا الجمله اللي كتبوها دول، قالوا كده كنا في اعيننا كالجراد وهكذا كنا في اعيننا. طيب والاثنين التانيين قالوا ايه؟ ها؟ حد يرفع ايده ويقول هنقدر ندخل أرض المعاد وهنقدر نحارب. وقال النص الجميل الكتابي نصعد ونمتلكها. طيب السؤال لحضراتكم، ال 12 دول راحوا مكان واحد ولا راحوا مكانين مختلفين؟ نفس المكان. طيب ال 12 دول من جنسية واحدة ولا جنسيات مختلفة؟ تربية واحدة ولا تربيات مختلفة؟ مروا بظروف واحدة ولا مروا بظروف مختلفة؟ ال 12 دول مع بعض خرجوا من مصر، مشوا في البريه، بقى جايين داخلين ارض المعاد، تربيه واحده، كلهم اسرائيليين. لا وايه ده، كانوا منقينهم من اسباط، من رؤساء اسباط. يعني لما جم ينقوا كده ال 12 جاسوس الاصل دول اللي هيقيموا الموقف هنخش نحارب ولا مش هنحارب، فاختاروا 12 راجل
عليهم العين من الاخر، يعني رؤساء اسباط، انتوا اللي روحوا شوفوا قيموا الموقف ورجعوا. الاثنين اللي هم قالوا نصعد ونمتلكها دول، حد فاكر اسمائهم؟ كالب، كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون. الاثنين دول هم الوحيدين اللي قالوا احنا نقدر ونصعد ونمتلك. العشرة الباقيين قعدوا يقولوا اوصاف صعبة، قالوا الارض دي الناس اللي ساكنة فيها عماليق. الاثنين تاني مالوش كده، يعني مش فاهم، بس هم دول شافوا ان الناس اللي ساكنة هناك عماليق، يعني ناس طويلة. واحنا بقى ايه، بص الوصفة بقى بتاعت صغر النفس، فكنا في اعيننا كالجراد. مين اللي بيتكلم؟ العشرة. بيقولوا احنا لقينا نفسنا في اعيننا احنا زي الايه؟ جراد، حشرات ضعيفة جدا، يعني شكلها كده ممكن تأذي الزرع، ممكن تعمل مجاعة، ممكن يبقى حجمها كبير، ممكن يبقى حجمها صغير، بس في النهاية اول ما تفركها بايدك تتحول لتراب كده. عارفين الفراشة الصغيرة البطيء اللي بيخش بيوتنا ده ساعات؟ ده حشرة ضعيفة قوي، اول ما تفركها كده تتحول لدقيق فعلا، حتى ما تشوفش نقطة دم فيها. الجراد عامل كده، حشرة ضعيفة جدا جدا. وعشان كده حتى كمان اول لما الريح تيجي تهش الجراد خفيف، ما وهو غالبا بيتحرك اساسا مع الريح، يعني تيجي رياح شرقية معاه مش عارف جراد، تيجي رياح مش عارف ايه تجيب الجراد معاه، يجي رياح عكسية ناحية تانية تتهش الجراد يمشي ما يأذيناش. فالجراد ده حشرة ضعيفة قوي. للدرجة دي شايفين نفسكم ضعاف؟ المصيبة بقى يقول لك ايه، بص بقى صغر النفس بيعمل ايه. وهكذا كنا في أعين مين؟ العمليق. يعني احنا بصينا في عينين العمليق دول لقيناهم برضو هم شايفيننا ايه؟ جراد. انتش عرفك، احنا شفنا في عينيهم النظرة دي. لا ما تكذبش احساسي، لا انا بفهم في الناس كويس، انا ببص كده في عينين الواحد بفهم هو بيبص لي ازاي. حضرتك اللي عندك صغر نفس. المبدأ الاول، زي ما انا حاسس نفسي بكون، انا حاسس نفسي شايف نفسي في عينيا ضعيف، وبالتالي لما بحس ان انا ضعيف بتصرف فعلا بضعف، وبالتالي بشوف الناس فعلا مستقبلة مني ان انا ضعيف. نفس الكلام لو تفتكروا موسى لما جه يكلم شعب بني اسرائيل علشان يخرجهم، بيقول الكتاب ان الناس في البداية رفضوا الكلام بتاعه ورفضوا الدعوة بتاعته للخروج. حد فاكر السبب؟ ها حد فاكر النص الكتابي؟ لا مش بتكلم عن موسى نفسه. برافو، موسى برضو كان عنده صغر نفسه وكان حاسس ان هو مش هيقدر يعمل ده، والشعب نفسه اتقال عنه بالنص كده ايه، ان ما قبلوش كلام موسى. ليه؟ لصغر النفس والعبودية المرة او العبودية القاسية، اتقال كده. ما قبلوش دعوة ربنا للخروج. انا عايش عبد وعايش فاشل وعايش مذلول وعايش عمال اشيل السبن وعمال ابني للمصريين، عايش عبد في ذل شديد، صغر نفس ابن لزينة. ولما ربنا جه عايز يطلعني من اللي انا فيه انا مش قادر اصدق. طب مش قادر تصدق ليه؟ ان ربنا يقدر يقومك ويطلعك ويشيلك من الخطايا اللي انت فيها ويفتح لك دنيا جديده من النصره وتعيش حياتك مستمتع بحياه ابديه من دلوقتي، مش لما تموت، ده من دلوقتي تستمتع وتاخد عطون الحياه الابديه. مش مصدق ليه؟ من صغر النفس والعبوديه القاسيه، من كتر الذل في الخطيه، من كتر الذل اللي العالم ورهولي، من كتر الحاجات السلبيه اللي اتحطت جوايا، ما بقتش مصدق من كتر ضعفي الداخلي وصغر نفسي، مش قادر اصدق دعوه ربنا ليه. وعشان كده احنا محتاجين ننتبه، احنا بنتكلم في موضوع معطل عن الحياه الابديه، معطل عن ان انت تستمتع بخلاص الله ليك. لو ما صدقتش ان الله يقدر، لو فضلت بتتعامل مع نفسك من منطلق صغر النفس وبس. ليه انا طلعت بفكر بالشكل ده؟ علم النفس قال في حاجه لطيفه عند الطفل بيعملها كلنا اتعرضنا ليه، لما باخد اهانه وانا صغير ورساله سلبيه وانا صغير تحقر من شأني او تحسسني بصغر النفس. الاهانه دي غالبا في البدايه في الطفوله خالص بتجيلي من اقرب الناس ليا، لو في البيت بتجيلي من بابا وماما، بتجيلي من اخواتي اللي هم اكتر ناس بيحبوني. فنمره واحد الناس دول هم اللي بيقدموا لي حب اساسا يعني، فبالتالي لما بيجوا يقدموا لي رساله سلبيه
أنا بقبلها. ليه بقبلها؟ لأن هم مصدر الحب وهم مصدر الأمان بالنسبة لي وأنا طفل. هم اللي بيأكلوني، هم اللي بيشربوني، هم اللي بيعلموني أمشي، هم اللي بيمسكوا إيدي، هم اللي بيدوني مصروف. وبالتالي الرسالة اللي بيقولوها لي بقبلها. نمرة اتنين، بصدقها. في حد بيحب الإنسان أكتر من أبوه وأمه؟ يعني فيش حد بيحبني أكتر منه، فخلاص ما صدقهاش ليه؟ هما شايفيني كده، هما بيفهموا أكتر مني. كل ده إيه؟ أنا هعرف أكتر من الحكومة، صحيح؟ الحكومة عارفاني أكتر مني. نمرة ثلاثة، بحققها. يعني ببدأ في أرض الواقع، أبدأ أحقق الرسالة اللي هما قالوها لي. هما قالوا لي إن أنت شكلك وحش، فأنا قبلت إن أنا شكلي وحش. صدقت ان انا شكلي وحش لان بصيت في المرايه كده لقيت نفسي شكلي وحش فعلا، ولقيت ماما بتقول لي ايه، انت شعرك غير شعر اخوك، انت شكلك غير شكل اخوك. فلما ببص لشكلي في المرايه وابص لشكل اخويا، طب هو ليه شكله احسن؟ فببدا افهم ان الاحلى يبقى مواصفاته كذا، يبقى شعره ناعم اكتر، يبقى وشه ابيضاني اكتر، تبقى عينين لونه اكتر، تبقى. فبدات افهم واقيم نفسي بناء على الرساله اللي هم ادوها لي، وبدات اصدق ده، وبدأت أحققه، وبدأت أكرره جوايا لغاية ما خلاص بقى خده. اتحفرت جوايا، لزقت يا برنس. بس كل سنة وانت طيب على كده. أنا مش كل سنة وانت طيب على حاجة، في عليك طبعا، ونشكر ربنا إن ربنا أهلنا موجود يعني. إيه الأسباب عشان نبقى فاهمين الدنيا بتيجي إزاي جوانا؟ مش هكرر الكلام اللي إحنا قلناه في المحاضرات اللي فاتت، لأن هي أسباب التشوهات تقريبا ثابتة يعني. يعني هتلاقوا كلام شبه بعضه، فمش هطول فيه. ايه الحاجات اللي بتجيب لي الشعور بصغر النفس، او الشعور بالكلة، او الشعور بالدنيا؟ اول حاجة قصرة النقد. الاباء الكماليين اللي قطعنا فروتهم كتير امبارح طول الوقت مش عاجبهم الاداء بتاعي. ممكن يكون بابا ما ادانيش رسالة سلبية على فكرة، يعني ممكن يكون ما شتمنيش، ممكن يكون ما اهنيش، ممكن تكون ماما بتحبني جدا وطول الوقت بتعمل لي كل حاجه ومثاليه جدا، وهي دي المصيبه انها مثاليه جدا، فما ادتنيش اي كلام سلبي، لكن طول الوقت بتطالبني بتوقعات عاليه في الاداء بتاعي. ليه اوضتك مش نظيفه؟ ليه ما وضبتيش سريرك بعد ما قمتي؟ ليه مش بتساعديني في نفس المواعين مع بعض؟ ليه بتضيع وقتك؟ انت بقالك كتير قاعد قدام التلفزيون، ما انت اكلت وما لمتش وراك، انت حتى ما خدت شاور وما لمتش الحمام بعدها بالمساحة، انت مش عارف بترمي هدومك ما عارفش تحطها فين. طب انت ساعدني، طب ليه ما جبتش 90%؟ طب ليه ما جبتش 95؟ طب ليه ما جبتش 100%؟ طب هما اللي جابوا 101 احسن منك في ايه؟ احنا صرفنا عليك كل حاجة. ومش على طول نقد 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 نقد. هما هدفهم تطويري، بس الفكرة اللي بيحصل لي طول الوقت في ايه؟ كل صباع بيشاور عليا وبيقول لي انت قصرت، انت فاشل، انت ما عرفتش، انت ما فيش فايده فيك. بتحفر حته في الختم اللي بيتزرع جوايا ده ويتثبت جوايا، ان انا فعلا مش على قد توقعاتهم، ان انا فعلا مش قادر اكون حلو، وبالتالي انا مش حلو، يبقى انا قليل. طبعا الاهانات بكل نوعها، سواء اهانات لفظيه، لو في بقى اهانه شتيمه، كلام سلبي، تريقه بهزار طول الوقت ما وراهمش غير يتريقوا عليا انا، طفل ضعيف كل شويه ما يمشي يتشكل، كل ما يمشي يوقع حاجه، كل ما يتحرك يترعش، مش عارف، فطول الوقت تريقتنا، لا 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 ما تدروش حاجه هتقع من ايده تتكسر، فلان تعالى انت اللي نجد، هات انت كوبايه من المطبخ. فخلاص بتتثبت جوايا ايه؟ ان انا ضعيف، ان انا مش بعرف، ان انا مش بقدر، وبالتالي بتتكون جوايا الرسائل السلبيه. وطبعا في الاهانات برضو، في برضو ممكن تبقى اهانات متصاعده، يعني ممكن تبقى لفظيه وممكن تبقى جسديه. ثلاثه، المقارنات. هذا المبدا الابليسي، لما ابليس حب يوقع الانسان في الخطيه قال له ايه؟ هو ربنا قال لكم ايه يا جماعه؟ قال لكم ما تاكلوش من الشجره دي؟ طب انتوا عارفين ما قالكوش، قال لكم مش عايزكم تاكلوا من الشجره ليه؟ مش عايزكم تبقوا زيه. بصوا زيه دي بتعمل ايه؟ بتعلمني، بعلمت الانسان مبدا ايه؟ زي.
بقارن، فعلا بدأت أبص لنفسي وأبص لربنا، إيه ده هو أنا ليه عايش تحت سلطانه وهو اللي بيعرفني كل حاجة وأنا كده من خلاله؟ طب ما بقى أنا زيه، فزيه دي مبدأ اسود بعيد عننا كلنا، أو مش بعيد، هو في الحياة قريب ولازق وموجود، مش بعيد ولا حاجة. فالمقارنة هو مبدأ إبليسي حطه للإنسان علشان يخليه دايما مش راضي ودايما حاسس انه ناقص. لانه فعلا فعلا الله لما خلق الانسان خلقه علشان يفهم كل حاجه ويعرف كل حاجه ويكتشف كل حاجه حتى نفسه من خلال التصاقه واتصاله بمين؟ بالله. طب لما انا انفصلت عن الله بقيت عايز اشوف انا، لما هتشوف انت هتحس ان انت مش عارف تشوف الحاجة بالرؤية اللي الله كان عايزك تشوف بيها. وبالتالي عشان كده بعد السقوط على طول النتيجة اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، ان اول حاجة حصلت الانسان لقى نفسه ناقص ولقى نفسه عريان، لان ما بقاش شايف نفسه بنظرة الله لي، بقى شايف نفسه بنظرته هو ايه لنفسه. وعشان كده مبدأ المقارنة مبدأ إبليسي سبب السقوط الرئيسي، واللي هيفضل ماشي بنفس المبدأ في حياته مش هيعرف يطلع من صغر النفس أبدا أبدا، لأنه ببساطة هو مبدأ إبليس في التفكير. إيه سبب سقوط إبليس أساسا من الضخمة بتاعته ومن الرتبة بتاعته؟ المقارنة برضه. هو أنا ليه أعيش خدام عند الله أخدمه وأنا عندي إمكانيات ومديني قوة ومديني، أنا عايز أبقى زي خلاص. شوف سبب سقوط إبليس، سبب سقوط الإنسان المقارنة. زي ممكن ما هو في حاجات كتير، بس من ضمن الحاجات اللي دخلت الأفكار الخبيثة اللي دخلت للإنسان وقبلها هو فكرة إن أنا أبقى زي. في حاجات كتير كان عايز يعرف الخير والشر، ما هو برضه عايز يعرف الخير والشر ليه؟ ما انا بعرف كل حاجه من خلال الله، ما هو الله جابني اساسا وحطني سيد للارض كلها وقال لي خد الحيوانات دي كلها ادم انت سمين، فانا كده كده عندي سلطان على ده كله وكده كده عارف كل حاجه، بس من خلال مين؟ من خلال الله. اول ما اخترت ان انا اعرف بنفسي وابقى زي الله حصل الانفصال وحصل السقوط، وبدا الانسان طول الوقت يقارن نفسه بنفسه. بص ادم لحواء وحواء بصت لادم ولقوا نفسهم مختلفين، لا احنا مختلفين يبقى كل واحد يخبي اللي عنده، وهكذا بقى وفضلنا ماشيين على كده. قايين وهابيل، ده بص لده ذبيحته مقبوله وده مش ذبيحته مقبوله، اتنرفز الغاز راح قتله. بيعمل ايه هنا؟ بيقارن. مبدا المقارنه، وده طبعا الاسطوانه المشروخه اللي احنا كلنا سمعناها من امهاتنا ومن ابهاتنا. اسطوانه كده كانت بتتسلف في البيوت لبعض، ابن عمك احسن منك في ايه، بنت عمك احسن منك في ايه، فلان اتجوز قبلي، فلان اتجوزت قبلي، فلان عمل فلوس قبل ما انا اعمل، فلان سافر وجاب اشتغل على طول، فلان خلفت انت لسه ما خلفتيش، الجدعان بقى مش عارف ايه، طول الوقت مقارنه. لا احنا مش اقل من مش عارف مين عشان ما نعملش ريسبشن، ودول عمره ما اعرفش في كنيسه ايه، ما ينفعش احنا نعمل في كنيسه اي كلام، ودول مش عارف ساعه ال40 بتاع مش عارف مين اللي مات عندهم حطوا عملوا ايه وقدموا للناس ايه ووزعوا تذكار ال40 ايه، برضه احنا ما ينفعش ايه متابوك ولازم نعمل كذا كذا. ايه ده كل الافكار حتى اللي ما بتتقالش علينا احنا، حتى كل التصرفات اللي بتحصل في البيوت، زي نبقى زي عشان حتى لما يجي لنا يلاقي البيت نظيف، عشان ما نبقاش اقل من مش عارف مين بنت عمك لما حصل لها ايه، مش عشان مش ايه ده طول الوقت عمالين بنبص على بعض ونساوي نحاول نساوي الموازين، نحاول ما نبقاش اقل من حد، نحاول. مبدا مقارنه متوارث جوانا طول الوقت. السبب الرابع، اتفضلي. هو ده مش اكتر من مقارنه، اكتر مفيش لحد راضي عن نفسه. اشكرك. الرضا ده مش موجود. اشكرك. ما هو نتيجه المقارنه الطبيعيه هي عدم الرضا الطبيعي والدائم. ما هي كده، لان انا هفضل اقارن هفضل مش مرتاح، لان طول الوقت هلاقي الناس معاها حاجات مش معايا، مفيش حد ماسك الكون كله في ايده، فزي اخينا اللي احنا اتفرجنا عليه في الفيديو طول الوقت هيبقى عايز عشان ابقى زي. طب وانا مش هعرف اقول كل اللي انا هعوزه ومش هعرف اكون احسن من كل الناس اللي حواليا، وبالتالي هفضل غير راضي طول الوقت. وعشان كده سعادتنا بتتوقف احيانا كتير على مدى فعلا شعورنا بالرضا، مدى شعورنا بالكفايه، مدى شعورنا بالقيمه. سبب رابع، الحمايه الزائده.
برضو اتكلمنا عنها امبارح بس هنوضحها في حته صغر النفس بالذات. انا عايز اشاور لكم وافكركم، امبارح استاذ مفيد ادانا محاضره الشخصيات، فاكرينها؟ احنا لما راجعنا في المجموعات امبارح بالليل كان المحاضره الثانيه بتتكلم عن الشخصيه الثانيه اللي هي الجوينج اجينست، اللي فقدت انهي احتياج؟ الحب والتقدير، وبدات تاخد تصرفات معانا. احنا بنتكلم في الاحتياج ده على فكره، يعني المحاضره دي وكانها تفصيص عميق للمحاضره للشخصيه الثانيه التي تشعر بصغر النفس. وفي الشخصيات جايب عرض شهير فيها، احدى الاعراض بتاعتها اللي هو ان يبقى بتتصرف بطريقه عدوانيه او عنيفه او متسلطه او وهنجيلها دلوقتي. بس هو في ردود افعال كتيره قوي لصغر النفس غير رد الفعل اللي اتقال امبارح، وده اللي احنا هنشتغل عليه ونفصصه دلوقتي اكتر. عشان كده هنيجي للسبب الرابع في اسباب تكون صغر النفس، الحمايه الزائده، التدليل الزايد. حتى الشخص اللي اتربى في بيئه عملت له كل حاجه، اللي هو اتولد وفي بقه يعني زي ما بيقولوا معلقه ايه ده، ماله الشخص ده طول الوقت يجي يعمل حاجه او يحاول يعمل حاجه فهم يقولوا له ايه هنجيبها لك، إيه كله بالفلوس بيتحل. طب حتى وانا صغير اجي اجري، لا يا حبيبي اقعد لحسن تقع. طب انا عايز اروح العب مع اصحابي، لا لحسن يجري لك حاجه وتاخد ضربه شمس. طب نطلع نسهر مش عارف ايه بالليل، لا لا مفيش انا. فتلاقي الطفل او البنت الرسائل اللي بتوصل له دي اهتمام وحب، اهتمام وحب، لكن في النهايه كلها بتترجم جوايا ايه؟ انا ما اقدرش اواجه، انا ما اعرفش اعمل، وعشان كده هم بيخافوا عليا بزياده. فحتى التدليل الزايد يطلع طفل لما يكبر ما يبقاش راجل، ده اللي احنا بنشوفه نقول عليه ايه؟ ابن امه، ابن ابوه، ما يعرفش يعمل حاجه لوحده، واول ما يتقدم بواحده ولا اتنين وتشوف الملامح دي في شخصيته ما تحسش معاه بالامان، لانها مش شايفه راجل قدامه. انا ده حصل لي ليه؟ ممكن يكون حصل لي فعلا بسبب الحمايه الزايده والتدليل الزايد. سؤال، الحمايه الزايده دي انا مش شايفها حب، يعني ممكن تكون باينه بشكل حب بس هي فيها سيطره، هي سيطره، هي فيها اسباب كتير، هي فيها جزء حب بس حب خاطئ. يعني هو اهالينا اللي كانوا بيقارنونا هم بيحبونا جدا بس هم كانوا متخيلين ان هو ده اسلوب التشجيع. الام اللي بتدلع ابنها قوي هي بتحبه بس متخيله ان هو ده اللي هيحميه ويخليه بقى ايه يطلع كده بدون تشوهات، وهي مش مدركه ان اللي هي بتعمله نفسه هو في حد ذاته تشوه وزرع اسطمبه مش حلوه وسلبيه جواه. رقم خمسه، التقدير حسب الشكل، برضه اتكلمنا عنها، ان انا يتقال لي او يتقال عليا حتى لو مش بيحصل لي ده، لما بلاقيهم بيتريقوا على التخين، بيتريقوا على الرفيع، او بيتريقوا على شعره قصير، بيتريقوا على مش عارف مناخيره طويله، بيتريقوا على الاسمراني قوي، وبيتريقوا على بيضاني قوي بزياده برضه، وبيتريقوا على مش عارف ايه. فطول الوقت انا حاسس ان الانسان قيمته في شكله، فلان مش عارف جالها عريس واترفض ده عشان مش عارف اقصر منها بشبر، ومش عارف مين كان هياخد مين بس لقاها قصيره قوي وحس انها مش هتبقى برستيج كده جنبه وهو طالع بيها سلم الكنيسه، ومش عارف ايه، وطول الوقت حاجات بتتقال في ودنا، وبالتالي خلاص انا بقيت اقيم نفسي على حسب الشكل. وعشان كده الناس اللي بيشتغلوا دلوقتي في التغذيه عاملين فلوس كويس جدا، اللي بيشتغلوا في عمليات التجميل عاملين فلوس كويس جدا. ليه؟ لان يعني الناس كلها يكسبوا ويفرحوا مفيش مشكلة، بس ما يبقاش كل الناس عمالة بتجري ورا ان انا احسن شكلي، اخلي شكلي بطريقة معينة، ده معناه ان انا مش راضي عن نفسي. حاجة غريبة جدا لما تلاقي فنانة شكلها جميل فعلا وفي الاخر تبوظ نفسها من عمليات الجميل، ايه من عمليات التجميل، ايه ده؟ ليه؟ ليه؟ ما انت شكلك حلو وناجحة ونجمة، ليه تقعدي تغيري في شكلك وتدفعي فلوس وتعملي عمليات قد كده تلعبي في شكلك لغايه ما في الاخر تبقي تضحكي الضحكه مش باينه على وشك؟ ايه اللي وصلك لده؟ صغر النفس. حتى انت عندك صغر نفس يا فلانه؟ اه، لان الحاجات دي ما اشبعتنيش في الحقيقه، ما ادتنيش شعور بالقيمه، فانا عماله ببحث عن القيمه برضو بكل الطرق. فالتقدير حسب الشكل بيزرع جوه الانسان شعور بصغر النفس. ممكن احدى الاسباب، ممكن اللي انت بتقوليه صح، وممكن يكون برضه صغر النفس، هو غالبا صغر النفس هو اللي بيبقى بيحرك يعني.
رقم 6 اسباب في الكبر زي مثلا الامكانيات الماديه او الامكانيات الثقافيه والتعليميه، حد ما خدش فرصته في التعليم، حد اسرته كانت بسيطه قوي في المستوى المادي بتاعهم، مش عارف جابوا ابن عمي اهله جابوا له شقه لكن انا ما جابوليش، مش عارف فلانة لما اتجهزت جابولها ايه لكن انا ما سألوش فيا وطلعت بشنطة هدومي وعشان كده جالي عريس معرفش سكنني معرفش فين. في اسباب كتيرة بقى واحنا كبار تخلي الشاب او الشابة الراجل او ست يبدأ يحس ان هو اقل من اللي حواليه، والمجتمع بيفرض علينا حاجات كتيرة من طرق التفكير دي. رقم 7 الحب المشروط اللي هو برضو انا بحبك بشرط ان تكون ايجابي ناجح متفوق معاك فلوس لذيذ بتسمع الكلام شاطر بتجري بسرعة خدوم مضحي لطيف كده مجامل. طب لو انا ما فيهاش الحاجات دي يبقى انا مش محبوب، وبالتالي ده بيفسر لنا ايه؟ تلاقي شخص ناجح في حاجات كتير بس عنده صغر نفس شديد. يا نهار اسود، حتى انت عندك صغر نفس؟ اصلا انا عارف ان الناس بتقدرني وبتحبني علشان نجاحي علشان فلوسي علشان الحتة اللي انا شاطر فيها، وانا مدرك كويس جدا ان لو النجاح ده مش موجود انا هبقى شخص عادي وتافه والناس مش تحبني والناس مش هتقرب مني. فهو شايف نفسه قليل برضو، وده اللي يفسر برضو ليه تلاقي بنت جميلة جدا بمقاييس الجمال اللي في مجتمعها تيجي تتعامل معاها تلاقيها داخليا ضعيفة جدا وهشة جدا ومش واثقة في نفسها خالص. ايه ده؟ اصلها طلعت كل الناس لما تشوف لها ايه ده انت اموره قوي، تبقى ماشيه في وسط بنات كتير هي اللي تتعاكس، كل شويه يجي لها عريس بسبب ايه؟ جمالها. فهي فاهمه في قراره نفسها كويس جدا ان كل اللي بيقربوا منها وكل اللي بيتلموا حواليها وكل التعليقات الايجابيه اللي هي بتاخدها بسبب ايه؟ بسبب حاجه معينه. طب الحاجه دي لو مش موجوده محدش هيعبرني، فبرضه حاسه انها ولا حاجه وحاسه انها ضعيفه وعندها احساس عميق جدا بصغر النفس. فالحب المشروط اللي هو مدفوع ثمنه اللي هو بسبب حاجه معينه عندي، ده حب ما بيشبعش وبيوصل رساله سلبيه وهي ان انا ماليش قيمه. هنلخص اللي احنا قلناه بشكل تاني، يعني احنا قلنا الاسباب في مصادر، يعني الاسباب دي كلها ممكن تيجي من مصادر كتير، ممكن تيجي من الاب والام، ممكن تيجي من العيله، ممكن تيجي من اصحابي اللي اتريقوا عليا وعملوني مهزقه الشله، اللي رفضوني وما دخلونيش معاهم في الشله خصوصا في السن الصغير واحنا لغايه كده سن المراهقه وبعدها ولغايه كليه الحياه كلها بتنحصر في ذهننا في الوقت ده. انا معايا مين؟ انا مصاحب مين؟ لما بروح الكنيسه، لما بروح المدرسه، لما بروح الكليه، لما بروح الجامعه، لما بروح الكورس، لما بخرج، لما يوم العيد، لما بقف في الشارع، لما بقف في حوش الكنيسه، الحاجات دي مين معايا؟ انا تبع مين؟ فلما باخد رفض، لما بيبقى في الوقت ده كلام الاصدقاء مؤثر جدا 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 وبيشكل في صورتي عن نفسي. مصدر رابع المدرسين والقاده اللي انا اتعاملت معاهم. اي قائد بقى، اي رمز للسلطه، الاب، ابونا في الكنيسه، امين الخدمه، الخادم بتاعي اللي مسك ايدي ووصلني المدارس الاحد وانا صغير، الخادمه اللي كانت بتطلع معايا سلم الاتوبيس في الرحله وتركب معايا اللعبه في الملاهي، المدرس بتاع المدرسه، المستر بتاع الدرس وبتاع السنتر، كل دول قاده موجودين في حياتي شكلوا فيا وبعتوا لي رسائل معينه ممكن تكون ايجابيه وممكن تكون سلبيه. 5 العلاقات العاطفيه اللي انا فشلت فيها او نجحت فيها بتديني نوع من الثقة أو بتديني نوع من عدم الثقة وبتشكل فيه. أنا حاولت أحب كذا مرة بس ما تحبتش، في حين إن فلانة صاحبتي أندمتي 4-5 علاقات وهي اللي كانت بتسيبهم وأنا مش عارف أدخل في علاقة واحدة، وممكن أكون أنا دخلت في علاقة وحبيت قوي وكان الحب الأولاني ليا وفي الآخر فوجئت إن الداني اللي قدامي الداني صابون، فأنا بقيت حاسس إن أنا واضح إن أنا ما تحبش، واضح ان انا ماليش في مش مقبوله، واضح ان انا مش مقبول، واضح ان انا مش ناجح مع البنات، واضح ان انا مش بعرف اكذب نظرهم بسهوله. رقم 6 الاعلام والمجتمع، ودي حاجه في الحقيقه كبيره، ده موضوع كبير قوي. يعني الاعلام بيشكل فينا القيمه، بيحط لنا كده قيم العالم هتبقى فيه، دايما البطل بتاع الفيلم يطلع شكله ايه؟
يطلع حلو امور غني، ولو جابوه فقير لازم يبقى في اخر الفيلم ايه؟ غني. حتى المجرم يجيبوه بشكل كوميدي، ويجيبوه بشكل انه محبوب، ويجيبوه بشكل انه عاطفي ورومانسي، وفي نفس الوقت مجرم. يا نهار اسود، ايه اللي بيعمله فينا الاعلام ده؟ الاعلام بيشكل القيم بتاعتك. الاعلانات حتى اللي بتتفرج، بلاش الافلام، الاعلانات اللي بتتعرض عليك طول الوقت عشان يبيع لك سلعه، عشان يبيع لك منتج، يبين لك ان الحياه هي في مش عارف الدوبلكس اللي لابسين بالظبط. بالظبط، لسه ما عندكش فيلا لغايه دلوقتي، انت مش عايش. فخلاص بقى النتيجه ان اعلان مدته 5 ثواني دمرني فعلا، وجاب لي احساس بصغر النفس هيفضل ثابت فيا، وانا بقى ايه عمال بحلم بالفيلا الدوبلكس اللي بالبسين، وانا مش هطولها. خلاص المجتمع هنا مستويين وانا من المستوى الثاني، فهفضل عايش طول الوقت بصغر نفسي. نفس الكلام بالنسبه للبنت. البنت برضو دايما ابطال السينما بتوع الاعلانات، دايما الميديا كلها تجيب لك المراه في صور مش طبيعيه، مش طبيعيه. يعني صوره حقيقيه اتلعب فيها بالجرافيك، وتلعب بيها في المونتاج، وتلعب 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 لغايه ما طلعت لك شكل مانيكان مصبوب، مش حقيقي، مش واقعي. تعال شوفها في الواقع. ما شفتي؟ حد يجيب الكاميرا هنا لو سمحت. في فيلم الباتشينو كان مخرج واخترع شخصية، ما عرفش حد شاف الفيلم ده، اخترع شخصية ممثلة سينمائية مشهورة جدا، اخترعها جرافيك وعمل لها افلام جرافيك وبقت مشهورة جدا، وفي الاخر الناس اكتشفت ان هي ملهاش وجود خالص في الحقيقة، وهي مجرد بس كان تصور في عقل مخرج هو اللي صورها بالطريقة دي. احنا مدركين الكلام ده من بعد واحنا بنتكلم، بس هل انا معتنق المبدا ده وماشي بيه ولا لا؟ وده اللي يفسر ان مجرد ما فنان مشهور ولا لعيب كره مشهور يغير قصة شعره بس تلاقي الشباب كلهم ضربوها. الفيلم الامريكي اللي ينجح والبطله بتاعته مش عارف كانت عامله لون شعرها ايه، بعدها مفيش، قبل ما الفيلم يتشاف من السينما تلاقي الستات في كل العالم المهتمين بالموضه ضربوا شعرهم نفس اللون في كل العالم، وتلاقي الصور على الفيس كلها البروفايلات اتغيرت 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 اتغيرت، كله عايز يبقى باحلى شكل باحلى طريقه. ايه اللي حصل هنا؟ ايه مصدر تشكيل نظرتي لنفسي وقيمتي لنفسي اللي بيحركني ويديني معيار رئيس نفسي عليه؟ اعلام، صوره. حتى ممكن تبقى صوره فعلا على الفيس انا شفتها، ولا اعلان، ولا سينما، ولا تلفزيون، ولا مسلسل، ولا اي بتاع. طيب احنا اتكلمنا في الوقت اللي فات عن الاسباب وقلنا المصادر. ممكن يكون فينا حتى لغايه دلوقتي لسه مش فاهم نفسه او لسه مش شايف نفسه. تعال نشوف النتائج. النتائج الحديث الذاتي اللي جوايا بيبقى ايه؟ السيلف توك بتاعي. انا اقل واحد، انا تافه، انا غير كفء، انا وحش، انا فاشل، انا شكلي غير مقبوله، انا محدش هيسال فيا، انا هفضل طول عمري كده، انا مش بايدي اغير نفسي. وبالتالي بتبقى المسج الداخليه العميقه اللي مبنيه بقى ورا الكلام ده كله، انا ما استحقش اتحب. عشان كده ساعات اللي مش واثقين من نفسهم قوي تلاقيه في الارتباط مثلا تلاقيه اختار واحده هو مقيمها بدماغه انها قليله قوي بالنسبه له، مش بالنسبه له، بالنسبه لناس كتير مثلا، او مش مناسبه. ما خلينا اقول كلام في محل، مش مناسبه ليا، لكن انا خلاص دي اللي هترضى بيا. وممكن برضه نفس الكلام بنت مش واثقه في نفسها، عندها احساس بصغر النفس، تاخد حد احنا كلنا نستعجل، ايه ده ازاي فلانه اخدت فلان ورضيت بيه؟ ما هو انا محدش هيرضى بيا غيره، فرحت ايه؟ قبلت. احنا اتكلمنا عن الشعور بالنقص، شعور بصغر النفس، شبهه بالظبط الشعور بالرفض، واسبابه شبيهه بيه برضه، زي ظروف الولاده قلناها امبارح، الطفل اللي جه غلطه، نفس الكلام السخريه والتسميات المضحكه، المشاكل الأسرية، بتحسس إن أنا مرفوض وغير مرغوب في وجودي. يعني هو إحساس الشعور بالرفض شبيه قوي 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 ابن عم كده ولا ابن خالة الإحساس بصغر النفس. هما الاثنين تقريبا واحد، والأسباب بتاعتهم متشابهة جدا، والسيلف توك بتاعه نفس الكلام، بس بيتزاد عليه حاجات ليها علاقة بالأمان شوية.
لان الرفض معناه ان انا مش مقبول، وانا مش مقبول من الاخرين دي بتفقدني شعوري بالامان، فبالتالي بيبقى الحديث الذاتي بتاعي محدش عايزني، محدش معايا، انا وحيد. يدخل عليها بقى مشاعر الوحده، يدخل عليها مشاعر الخوف، يدخل عليها مشاعر الشعور بعدم الامان، واوصل في الاخر لنوع من القناعه الداخليه العميقه ان انا ماليش لازمه وان انا غير مقبول ومرفوض من اللي حواليا. حضرتك هتكتب سؤال دلوقتي قدامك في الصفحه الفاضيه الثانيه اللي بتاعت الحاجات الايه الشخصيه، كل واحد يخبي ما يوريش اللي جنبه. هل اكتشفت سبب لصغر النفس او لتشوه الصوره الذاتيه عندك؟ بعد ما انا اعمل الحاجه او ما اعملهاش، بمعنى مثلا انا شفت ان في موضه جديده طلعت مثلا بنطلونات جينز مقطعه ونازله ايه البنطلون ب 500 جنيه وانا مش قادر اجيب وهموت واجيب، طب ما جبتوش. ايوه ده الحل سهل ده. فاللي يفقسني، اللي يفقس التفكير بقى والدافع بتاعي صحيح ولا لا هو ايه؟ لو انا اللي انا عايز اعمله ده ما قدرتش احققه، ما عنديش الامكانيات اللي انا اعمله، ما قدرتش اوصل للليفل اللي انا حلمت بيه او نفسي فيه، هل هبقى حاسس بعدم الرضا ولا هبقى راضي؟ وراها على طول الاحساس الاعمق بقى، قابل نفسي كده بالرغم من ان انا ما قدرتش اعمل اللي كنت بحلم بيه، ولا هبقى متذمر وهبقى شايف نفسي قليل وهبقى مقيم نفسي ان انا اقل من اللي عمله ده. وصلت؟ فطبعا من حقنا كلنا نهتم بنفسنا، ومن حقنا كلنا يبقى عندنا طموح، ومن حقنا كلنا نركب عربية حلوة، ومن حقنا كلنا نحلم ان يبقى عندنا فيلا بسين ودوبلكس مش عارف ايه بالجنينة. لازم مش 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 لازم مش غلط، ده طموح. والله مدينا الحياة علشان نستمتع بيها فعلا، والله مديني جسدي ده وزنة لازم اهتم بيه واقوطه واربيه زي ما بولس الرسول قال. ولكن الفكرة بقى لما يتحط لي، لما العالم يبدأ يشكل لي المعايير اللي هبدأ اقيس نفسي عليها وانا معرفتش اوصل لها، هيبقى رد فعلي ايه؟ ده اللي هيبين بقى نظرتي لنفسي. اتفضل. ان انا اغير غيرة مقدسة وان انا اغير بطريقة عادية. طيب هنجيلها دلوقتي حالا في حتة الغيرة، اول ما تيجي شاوري عليها تاني عشان نبقى ماشيين بالتسلسل بتاعها. احنا هندخل على حتة تانية هنعدي عليها كده بسرعة، بس خلي بالك بقى لو معرفتش صغر النفس اللي عندك من الاسباب بتاعته اعرفه من النتائج بقى. النتائج دي كل واحد فينا بياخد شكل من الاشكال، او ساعات ممكن اخد اشكال متنوعة منه. رد فعلي الداخلي نتيجة الشعور بصغر النفس بيبقى اربع اتجاهات، ويبان ان هما عكس بعض، هما فعلا عكس بعض. ممكن الاقي نفسي طلعت قدام، يا اما رجعت لورا، يا دخلت يمين يا دخلت شمال. اول حاجه الرجوع لورا، عاده الترجمه الطبيعيه لشعور صغر النفس ان انا مش قادر، فلاقي نفسي ايه بتراجع، الاقي نفسي برجع لورا، وده يسموه المظهر الانسحابي.
المظهر الانسحابي ده الشخصية بقى الحساس قوي اللي صغر النفس فرمه وخلاه ضعيف، فيعمل ايه؟ تتكون عنده حساسية، يجي داخل القاعة واحنا بنضحك، ده بيضحكوا عليا، انا كنت قايل نكتة والناس ضحكت، وهو دخل في نفس التوقيت، يبقى هما ضحكوا عليا، يبص لنفسه مش عارف في حاجة ويقوم طالع تاني ما يدخلش القاعة اصلا. حساسية شديدة، يتراجع. مظهر الانسحابي يلاقيه طول الوقت بيحاول ما يبينش نفسه قوي، متراجع، دايما عايز ايه؟ يبقى في حد قدامه كده وهو ماشي وراه، ما يقفش اول واحد في الطابور، ما يرفعش اول واحد ايده، ما يجريش ويبقى في المقدمة، دايما عايز يبقى ايه؟ حتى لو اتطور قوي يقول لك ايه؟ انا اخر الرجل الثاني في المملكة، لكن ما بقاش رقم واحد، انا احب ابقى ايه؟ من وراء. فيها حتة ساعات يبقى ستايل شخصية، مفيش مشكلة، لان مش كل الناس شخصيات قيادية ويقدروا يبقوا في المقدمة، ده طبيعي. بس هل انت يبقى عندك دور مطلوب منك وتتراجع ما تقومش بيه والمفروض تعمله وانت عارف انك هتبقى مقصر لو ما عملتوش؟ بس انا عمال برجع لان خايف من المواجهة، ما اقدرش اكون في الوش. نفس الكلام المظهر الانسحابي، الاقيني متردد في اتخاذ القرارات، حاسس ان انا قراري مش صح، حاسس ان تفكيري مش مظبوط، مش هعرف اوصل للطريقة اللي هنفذ بيها الموضوع صح، وبالتالي انا مش عارف الصح والغلط منين، فافضل متردد يمين ولا، واسال كتير 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 وادرس في الموضوع كتير كتير. التردد ده في جزء داخلي كده صغر نفس، حاسس ان انا مش صح. نقطه ثانيه، يبقى خجول جدا وشخصيه سلبيه عموما، ده المظهر الانسحابي اللي هو صغر النفس يجيبه ورا كده خليه يتراجع. ممكن صغر النفس يخليني حاجه ثانيه زي الشخصيه الجونج اجنس اللي احنا شرحناها امبارح في محاضره الشخصيات، صغر النفس انا اخده جوايا وايه؟ مش طيب، مش عايزه، زهقان منه، وفي نفس الوقت شايف ان انا عندي بعض الامكانيات اللي تخليني اقدر اقول انا مش صغير، انا مش قليل، انا هوريكم بقى انا مين. فيبدا صغر النفس ياخد مظهر نشط، مظهر هجومي، حاجه بقى تخليني اطلع لقدام، من كتر صغر النفس اطلع لقدام. اعمل ايه بقى؟ ممكن اكون متمرد، مش عاجبني طول الوقت ايه؟ ادخل يمين، لا انا ادخل شمال. طب هنتجمع دلوقتي كذا، وليه هتجمعونا بدري ليه؟ ما تسيبونا نسحب راحتنا. طب تمرد 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 تمرد، نابع من احساس ان انا قليل، عايز ابقى موجود، عايز يبقى صوتي عالي، حاسس ان انا ناقصني حاجات كتير، فاقوم اشاور على عماد واقول ده عماد بص ناقصه كذا كذا كذا، بص المتكلم فاتته الحته دي، مش عارف فلان، فلانه قدمت المحاضره جميله جدا جدا جدا، بس لو كانت تزود كذا كان المعلومه هيوضح اكتر، حتى السؤال اللي اتسالناه ما عرفتش تجاوب عليه. ايه اللي انا بعمله هنا؟ بنتقد اللي حواليا واطلع الحاجات اللي ناقصه فيهم عشان اطبطب على نفسي كده واقول لنفسي ايه؟ مش انا لوحدي ناقص. فهنا صغر النفس خلى يبقى عندي مظهر هجومي، مظهر نشط ياذيني وياذي اللي حواليا. مظهر عدواني، الشخص اللي بيبقى في الشارع وتكسر عليك بعربيتك غصب عنك، تفوجئ انه نزل وراح سد عليك الطريق ونزل يخبط لك على الباب وهيتهاجم عليك ويضربك. مالك يا عم احنا دوسنا لك على طرف عربيتك ما اتلمستش، انا ما كنت سرحان اصلا وسبقتك غصب عني، زنقت عليك غصب عني، مالك بتعمل كده ليه؟ بيعوض حته جواه صغيره ويبدا يبقى عنيف. الشخص المتسلط نفس الكلام، اللي بيزود قوي في التسلط بتاعه والديكتاتورية بتاعته، غالبا بتبقى احساس التكبر ده او احساس التسلط الشديد، عايز يحس ان هو اعلى مننا ومش قليل، فيبدا يفرد نفسه. حتى المنافسه كمان، ممكن شخص يبقى ولا عدواني ولا مش عارف، لكن مثلا في المذاكرة تلاقيه عمال بيذاكر بيدوس ما بينامش، بيموت، جاله أمراض من كتر السهر في المذاكرة. ليه؟ ما يطقش حد يجيب أعلى منه، ما يقدرش يستحمل هذا الشعور. ليه؟ لأن أنا قمتي في درجتي وأنا حاسس إن أنا قليل، فهنا أنا مش بدافع عن درجتي، أنا بدافع عن كياني، أنا بدافع عن قمتي، وعمال أنافس واجري واجري لغاية ما نفسي اتقطع علشان اقول انا مهم. ما هو بيثبت نفسه في الاخر، بس لما لو فقد اللي هو وصل له ده بيحس ان هو في الاخر قليل. والمنافسه هي برضو السؤال اللي يفرض نفسه، هل المنافسه غلط؟ لا. امال ايه الفرق ما بين المنافسه الشريفه والمنافسه الغير شريفه؟ الدافع. مش كل الدافع،
انا بتنافس علشان اتفوق على نفسي واوصل لحاجه انا بحلم بيها، ولا بتنافس عشان ابقى احسن من فلان، ولا بتنافس علشان انا ما اقدرش ما اتنافسش وما اقدرش ما ابقاش الاول وما اقدرش ما اظهرش وما اقدرش ما ابقاش في المقدمه. بصوا عكس اللي فاتت تماما، يعني واحد واقف في اخر الطابور عنده صغر نفس، طب واللي واقف اول الطابور عنده صغر نفس. اللي واقف ورا صغر النفس مخليه مش قادر يطلع لقدام، واللي واقف قدام مسقوق واخد كده ايه يعني ضربه وطلع قدام بسبب ان هو مش قادر يقف في مكانه عشان ما يبانش انه صغير، فواقف اللي قدامه عامل كده علشان يبان انه حلو. المظهر الثالث اللي هيدخل يمين بقى، ده هيبقى شكله شيك، هيبقى شكله لطيف، ولا هو متراجع ولا هو متكبر ومتنافس وعدواني ومتسلط و ده يعمل مظهر تعويضي. يعمل ايه بقى المظهر التعويضي ده؟ تلاقيه منتفخ بس ايه ببرستيج شيك، لابس على الموضه قوي، الماركه بتاعه الساعه اللي ايه لو العقرب حصل له ايه يروح عند الساعاتي ويفتح وينظف، الشوز اللي كل شويه ما تتبهدل، المنديل والبرفان اللي ريحته بتجيب اخر القاعه، لون الشعر الجديد اللي محدش لسه في مصر كله حاطه على شعره، الاصل مش عارف ايه ايه ده، كل لبسه ماركات من اوله لاخره. هنا بيعمل ايه؟ بيعمل لنفسه برستيج ويبقى مبالغ قوي في المظهر، في طريقه الكلام، في انه يظهر انه حلو بس بطريقه ايه لبقه. دي طريقه خبيثه قوي، ما بتظهرش صغر النفس للاخر لانها بتبان في مظهرها انها ايجابيه وغير مؤذيه للاخرين. يعني العدواني ولا المتراجع باين مفقوس كلنا بنعرفه، بس ده ما بيتفقش بسهوله. بس هو برضو الحاجات دي كلها نرجع نقول لو ما عرفتش اعملها هحس ان انا قليل، لو ما روحتش الفرح بفستان جديد هحس ان انا كده بقيت اقل من كل اصحابي اللي في الفرح، لو ما مين اللي بتقولها برافو عليك حقيقي مين اللي كان هينفع ايه اتفضل بالظبط. ما هو غالبا الشخص اللي ايه اللي لابس الماركه في ايده ده ولابس الحزام الجلد اللي مش عارف ب 350 جنيه والبنت اللي مش عارف ماسكه شنطه كروس ومش عارف لابس ايه، غالبا بيبان لنا انه حد فعلا واثق من نفسه قوي، وغالبا بيبقى مدقق برضه، اصل الشخصيه دي غالبا موسوسه وموسوس انه يفضل محافظ على برستيجه، فغالبا هو برضه بياخد باله من كلامه قوي ويبقى لبق وبرنس كده في الطريقه بتاعته ومحدش يقدر يدوسه على جزمته كده، لو حد داس على جزمته ومعدي ايه يا ابن اللي انت بتعمله ده؟ فاهمين؟ هو بيبان فعلا بيبان لنا انه واثق من نفسه، ان هو ضعيف جدا والحاجات دي ما يقدرش يستغنى عنها. ممكن يكون حد يحاول يظهر يعني لو هو مش عارف يظهر كده يبقى هو مش عنده ايه؟ يعني في فرق ما بين الثقه فرق ما بين اللي هو عنده نفس. طبعا طبعا. ممكن يكون حد يعني عنده نفس بس هو بيحاول يظهر كده. ده حقيقي، وبرضه عشان كده نرجع نقول لو الحاجات دي ما قدرتش اعملها وما وصلتلهاش وباظت هتعكنن ولا عادي؟ ما ممكن بنلاقي واحد تاني برضه لابس شيك قوي ولابس كل الماركات، تعالى يا فلان شيل الشنط من العربيه، حاضر، يقوم مشمر وجاي وشايل معانا وجهه الكت وشيك قوي واشك من التاني كمان. بس ابن بلد كده، ده ايه؟ مفكوك من جواه، ما عندوش صغر نفس مكلبش فيه وبيحركه. فده لما جزمته اتوسخت اتنرفز واتضايق واتريق على اللي داسله عليها، والتاني عادي عادي ولا يهمك مفيش مشكله. الفرق ايه؟ الفرق في الشعور الداخلي اللي بيحركني من جواه. الاتجاه الرابع احنا قلنا في واحد صغر النفس يجيبه ورا، واحد يجيبه قدام، واحد يجيبه يمين بالشكل التعويضي ده اللي شكله شيك، وفي واحد يدخله شمال بقى، دخله شمال ده بقى الحالات النفسيه الشديده شويه نتيجه صغر النفس، غيره شديده مره. البنت اللي واقفه في الفرح مالهاش دعوه بالعريس والعروسه، هي قاعده على باب الكنيسه من ورا، ليه؟ عشان تشوف كل اللي داخلين لابسين ايه. دي بقى فاهمه كويس الطقم فلانه كانت لابسه الطقم الفلاني كان كذا، هو طبعا الستات عندهم تركيز في التفاصيل طبيعي ما اقصدش، بس هل انا بروح الفرح هو ده اللي شاغل كل تركيزي؟ يبقى انا عندي فعلا غيره شديده، وطول الوقت انا عمال بشوف نفسي فين من الباقيين، وده مكهربني طول الوقت ومجنني. فهنا احنا بنتكلم عن حالات نفسيه على فكره، مش حالات نفسيه بمعنى مرضى نفسيين، بس بنتكلم عن
انحراف شديد في رد الفعل نتيجة صغر النفس، غيرة مرة، نفس الكلام برضو الراجل اللي عنده غيرة شديدة نتيجة صغر النفس، عايز يحبس مراته، عايز يحبس بناته، مش عايز يطلع مراته من البيت، كل شوية يفتش على الموبايل بتاعها. ده العكس تماما بقى، كل شخص اللي واثق من نفسه والراجل اللي واثق من نفسه يدي كل الحرية لمراته لأنه عارف أنه مانع عينيها كويس جدا. لكن الشخص اللي مرووش مع مراته وهي مستقيمة جدا، طبعا ممكن تبقى زوجة مش مستقيمة فهو ليه حق انه يتروش. انا مش بتكلم في كل الحالات، مش عايزين ناخد كل حاجة بقولها نعممها، مش كل راجل بيغير هو كده، ممكن يكون عنده مسببات الغير حقيقية تخليه يبقى شاكك بقى، حتى ما اسمهاش غيرة هنا اسمها شك. لكن في واحد مراته كويسة جدا وهو طول الوقت روش نفسه، نفس الكلام في واحدة طول الوقت بتغير على جوزها، الغيرة دي نتيجة حب. بص الكلام الرومانسي بقى. الغيرة اللي نتيجة حب غيرة طبيعية مفرحة للطرف الآخر، الغيرة اللي نتيجة صغر النفس خانقة للطرف الآخر. أول ما تحس إن الغيرة بدأت تخنقك يبقى صغر نفس على طول. أول ما تحس إن مراتك بدأت تتروش وإنت خارج وإنت نازل وإنت بتتكلم مع حد، واحدة كلمتك مش عارف إيه، هنا يبقى صغر نفس اللي بدأ يحرك. لكن لو استقبلته بطريقه لذيذه ولطيفه ومحبه وانتهت بحميميه كده، دي حاجه حلوه نتيجه الحب ماشي، لكن الخانق ده مش حلو. نفس الكلام نتيجه ردود افعال ثانيه في الستايل الرابع ده اللي هو دخل شمال بقى بالصغر النفس اللي عنده، مشغول بنفسه طول الوقت مش عارف يطلع بره نفسه، ومشغول بصغر النفس اللي عنده طول الوقت، ممكن بقى يزيد يبقى اكتئاب، احباط طول الوقت، حاسه ان انا فعلا قليله اقل من اللي حواليا، هبدا بقى اشحت الحب من الاخرين، ابدا الزق في مجموعه ما تاخدونيش كده تصاحبوني معاكم، انا ممكن اطلع معاكم الرحله، انا مش عارف ينفع اعمل ايه، وابدا الزق في الناس. وممكن اوقات ثانيه يتقال لي كلمه صغيره قوي عاديه جدا بهزار لطيف من حد بيحبني، الاقي اخدت الكلمه واتقمصت واتقفلت وسبت الخدمه او سبت الشغل او سبت مش عارف ايه، يا نهار اسود. صغر النفس دخل بيا شمال، ونتيجه برضو ان انا خايف بقى. الخوف ده نقطه كده من ضمن السطر في اخر السطر كده، الراجل اللي بيبقى خايف جدا بسبب عدم ثقته بنفسه يجيله المرض بتاع العينه اللي في الزواج، ويبقى غير قادر جنسيا على ممارسه العلاقه، في حين ان هو جسديا سليم وزي الفل، بس يفضل قاعد بالشهور، ممكن يقعد بالسنه، ممكن يقعد طول العمر، ويبقى العينه هنا نفسيه بسبب ايه؟ خوف، عدم ثقة بالنفس. فمصيبة، ثقة بالنفس آفة لا يستهان بها بالمرة. العلاج بقى عشان احنا سودناها قوي. ندخل على العلاج. اول نقطة، واحد، احنا هنا خلي بالكم بنتكلم عن علاج الصورة الذاتية السلبية عموما، ومركزين قوي على حتة صغر النفس والشعور بالرفض والتخلص منه. اول نقطة، لازم اقبل نفسي واقبل الضعفات اللي موجودة جوايا. الحقيقة دي نقطة تحول في العلاج جدا. يعني في ناس مننا ممكن تدخل على تاني خطوة على طول، ها اديني تدريب اعمله علشان اطلع من صغر النفس، ماشي هندي تدريبات، بس لازم في نقطة، لا، لو انت كاره صغر النفس اللي فيه بسبب ضعفات معينة موجودة فيك، انت مش هتعرف تعمل التدريب، وتدريب مش هيجيب اي نتيجة. ليه؟ لاني ما قبلتش ضعفي، ما قبلتش ضعفي. فاكرين امبارح واحنا بنعمل العلاج المعرفي حد قال ايه؟ لما المثل بتاع ان واحد سقط في العربي في ثانويه عامه وهو ناجح في بقيه المواد، فهو يئس واحبط وتتتتت، ماشي. طيب الشخص ده محتاج يعمل ايه؟ محتاج يذاكر العربي، خلاص. بس هو يجي يذاكر يفتكر ان هو صدق، يفتكر ان كل زمايله عدوا المرحله وهو لسه زي ما هو، فمش عارف يطلع نفسه من الحته اللي هو فيها. محتاج يعمل ايه؟ اول حاجه، اول سطر كده يكتبه في جدول الافكار الايجابيه، انا سقطت في العربي، انا هقبل ان انا فشلت فيه، ايه بس انا ناجح في بقيه المواد، دي فكره تانية ايجابيه، بس انا عايز اقول ايه؟ لازم اقبل الضعف، ولازم اقبل الحته اللي انا فشلت فيها، ولازم اقبل الوصمه اللي اتحطت جوايا. ممكن يكون انا فعلا ما عنديش قدرات تحصيليه، فعلا مش هجيب درجات عاليه، فعلا امكانياتي هتبقى دايما بتنجحني على الحروب. لازم اقبل ده. يعني ايه؟
انا امكانياتي التحصيليه ضعيفه، لكن اقدر اطور في نفسي سنه علشان انجح اجيب 70 بدل 60، اجيب 80 بدل 50. لازم في سطر كده بيتحط في اول جدول الافكار بتاع العلاج المعرفي فيما يخص الصوره الذاتيه، اللي هو ايه؟ اتس اوكي، انا ضعيف لكن اقدر اطور من نفسي. دي اسمها بين قوسين كده القبول. اقبل اقبل. انا محتاج دلوقتي كل واحد هيفتح الصفحه الاولانيه اللي فيها انا، اكتب ثلاث حاجات، بلاش ثلاثه خليهم خمسه ست حاجات انت مش قابلها في نفسك، صفات، ذكريات، اي واقع ايا كان، حاول تكترهم عن سته كده. حاجات انت مش قابلها في نفسك، عيوب انا شايفها محفوره فيا. معلش شغال المنطقه المعروفه، خلينا نشتغل في الحته اللي انا والمخبأ، الحاجات اللي احنا عارفينها. يلا نكتب الصفات السلبيه اللي انا شايفها عن نفسي، الصور اللي انا شايفها محبطه فيا. خلاص خلصنا، عشان هنعمل اللي كتبناه ده هنعمل فيه حاجه تاني، فاللي ما خلصش الخطوه الاولى مش هيعرف يعمل الخطوه الثانيه. حاولي توصلي ب 6 7 كده، فاحنا عندنا حاجات كتير قوي. لا ربنا ما يبارك في العيوب. خلونا نحتفظ بهدوءنا عشان الوقت ده كل واحد بيفكر في نفسه بيحاول يوصل لحاجات، فربنا يقودنا كده في الوقت ده ويفتح عينينا على الحاجات اللي هو عايز يشتغل عليها بنعمة ربنا. خلصنا؟ خلص يرفع ايده طب كده؟ حد محتاج وقت اضافي عشان اخش على سؤال تاني؟ طب يلا ها. في اسئله معينه ممكن اسالها لنفسي تفكرني بكل الحاجات اللي عندي. ايه الحاجات اللي انا مش طايقها في نفسي؟ ايه الحاجات اللي انا بكره نفسي فيها؟ ايه الحاجات اللي بلاش اللي حواليا طايقين فيها؟ انا عايز انا مصدق ايه عن نفسي؟ انا هركز دلوقتي على تفكيري انا على نفسي. ايه الحاجات اللي انا هموت واغيرها؟ ايه الحاجات اللي انا نفسي يا سلام لو تتغير هبقى حاجه تانية بقى كده؟ ممكن ايه الحاجات اللي انا عايز اكونها من شخص حاجات انا عيني فيها في اللي حواليا وعايز ابقى زيهم فيها وبالتالي انا مش راضي عن نفسي فيها. الخطوه الثانيه هنقسمهم الحاجات اللي احنا كتبناهم دول، انا كتبت مثلا ست صفات، هتقسمهم اتنين، هتقسمهم اتنين. الجنب الاولاني الحاجات اللي انا ينفع اغيرها وينفع اطورها وينفع فعلا اسعى ان انا اغير فيها، والجنب الثاني الحاجات اللي مستحيل تتغير ولازم اقبلها كده زي ما هي. طب بص كل واحد يمسك يشوف ورقته، معلش امشوا معايا هنجاوب على الاسئله دي كلها، بس امشوا معايا من وجهه نظرك. انا عارف ان في بعض الحاجات نسبيه، بس معلش اعمل تقسيمه شبه عامه كده دلوقتي لغايه ما نفهم بقيه الموضوع. انا بس دلوقتي بعمل ايه؟ بعمل عصف للافكار كده، وانا شايف نفسي ازاي والمفروض اتفاعل مع الحاجات اللي جوايا دي بانهي طريقه. انا بساعدكم اهو. ها نسمع بعض عشان انتوا اكيد بتتكلموا في حاجه بتتقال دلوقتي. ها نسمع. معظم الحاجات ممكن تتغير
صغير او معظم حاجات مش صغيره خالص، يعني ممكن تبقى حاجه واحده جدول واحد حاجه ممكن تتغير او مفيش قاعده بقى، ما هو حسب الحاجات اللي انت كتبتها. هل انت كتبت كل الحاجات اللي عندك ولا في حاجات نسيها وحاجات ما نسيتهاش؟ ولا كان انت ايه نفس السؤال. انت شوفي شوفي بنفسك، احنا هنتكلم دلوقتي عن ايه اللي هينفع يتغير وايه اللي مش هينفع يتغير، بس لو سمحت ابذل مجهود في الفرز شويه، ابذلوا مجهود في ان انتوا شوفوا اللي انتوا كتبتوه وشوف كده فكر. يا جماعه امشوا معايا معلش، انا فاهم انا بعمل ايه، اصبروا بس. لا انا واثق في نفسي بقى. انت فكر دلوقتي معاكوا نص دقيقه ما فيهاش اسئله، وكل واحد يركز في الخمس ست حاجات اللي كتبهم ولا العشر حاجات اللي هينفع تطوره، اعمل عليه علامه صح كده، واللي مش هينفع تطوره ولازم هيفضل زي ما هو مفروض عليا سيبه. يا جماعه انا بقول كلام منطقي، اسكتوا نص دقيقه وسيبوا اللي عايز يفكر يفكر، وبعد نص دقيقه هفتح الاسئله تاني ماشي، هسالكم انا سؤال هيرد على كل اللي انتوا بتقولوه. ايوه انتوا بتخرجوني عن شعوري ليه؟ هطلع لكم قدام برد فعل سخن النفس اللي عندي. نص دقيقه صمت كده، علم على الحاجات اللي انت شايف انها هتتطور. نص دقيقة خلصت، أنا اللي هسألكوا بقى ثواني، إيه الحاجات مناقشة بقى مش اللي أنت كتبتها، إيه الحاجات اللي أنا مش هينفع أطورها ومحتاج أقبلها كده زي ما هي مع إنها مضايقاني مع إني كارهها في نفسي، إيه الحاجات اللي ينطبق عليها هذا الموضوع؟ ها؟ حاجة إني أنا مثلا سألت 7 سنين في الجامعة بالظبط، ماضي حصل فيه إخفاقات ووقت وفات وحصل فيه مصايب سودا، ده في ايدي ان انا اغيره دلوقتي، ده فات صح، لازم اقبله، لازم اقبله. ده بقى ممكن ينطبق عليه شويه اسئله من الحاجات النسبيه زي ما تقولوها، هو انا ينفع اعوضه دلوقتي؟ اشوف بقى الواقع بتاعي ينفع اعمل حاجه تعمل له زي تصليح ولا لا، بس قبل ما اصلحه انا في خطوه العلاج دلوقتي بتاعتي بتكلم عن ايه؟ لازم اقبل ان في 7 سنين راحه، لازم اقبل ان انا سقطت 4 مرات في الكليه، لازم اقبل ان انا وانا في 5 ابتدائي اصحابي كلهم طلعوا سنه 6 وانا قعدت لوحدي وبقيت مهزقه المدرسه، لازم اقبل ان انا اتعمل لي عمليه وانا في ثانويه عامه ودمرتني وخلتني بدل ما كنت هدخل كليه طب دخلت كليه علوم، لازم اقبل اللي حصل. القبول ايه تاني؟ قبول للماضي. انتوا كده قلتوا حاجه من ضمن الحاجات اللي انا محتاج اقبلها زي ما هي لان مش في ايدي ان انا اغيرها، يمكن اعوضها بحاجه في ايدي دلوقتي بس خلاص اللي فات ده لازم يتقبل. ايه كمان؟ لو عندي عيب خلقي او عيب خلقي، عندي سكر، عن شكلي حاجه فيا مش عجباني، بلاش عيب خلقي بمعنى رجلي مقطوعه وصباع، ممكن يبقى ده موجود، وممكن يبقى رئه متشاله، ممكن يبقى كليه واحده، ممكن يبقى انيميا ملازماني طول حياتي، ممكن يبقى مش عارف سرعه في ضربات القلب طول الوقت مش بعرف اجري زي اللي بيجروا ونفسي اجري في الملعب، ممكن يبقى شكلي، ممكن يبقى انا اسمراني قوي، ابيضاني قوي، طويل قوي، رفيع قوي، تخين نص نص، باكل قليل جسمي ينفش، مش باكل كتير وما بتخنش، ممكن حاجات في ايدك تغيرها؟ مش في ايدي، حاجات في شكلي او في جسمي نوعي ان انا العب فيها. في بعض الحاجات ينفع، لابس نظاره وانا مش طايق النظاره بقى وخلاص طلع لينسز هركب لينز، عارف بقى في ليزك هعمل ليزك. خلاص في بعض الحاجات ينفع ماشي. في كان في مش عارف اتعورت في وشي وهروح اعمل تجميل علشان ما يبقاش في بشله كده ويفتكروني من واحد صايع وبتاع خناقات. خلاص لكن مش هروح بقى ايه انفخ شفايفي واقوم مش عارف اعمل خدودي واعمل مش عارف ايه. فاهمين الفكره؟ حاجات لازم اقبلها وفي بعض الحاجات منها عشان كده قلنا في حاجات بعض بالنسبه. ايه كمان؟ مواعيد مش عندي، الخط الرسم الموسيقى. اشكرك يا اتصابونا. موهبه مش عندي، ابن الذين برسوم صوته حلو في الترانيم، هو انا اللي طلعتش صوتي حلو؟ حد شاور ماشي حد شاور. موهبه مش موجوده عندي،
ابونا قال عظة بس الصليب عليه، يعني ايه ده؟ مش ممكن، هو انا ليه مش بعرف اعمل خدمه الكلمه؟ موهبه مش عن واحد تاجر شاطر قوي وبزنس مان شاطر قوي وهرب كده في 5-6 سنين بعد التخرج بقى فظيع عصامي بنى نفسه بنفسه، ومن الذين اصغر مني بس بقى صاروخ في البيزنس. وانا ما عنديش الموهبه دي، بحاول بس مش عندي مواهب تانية. فساعات محتاج اقبل المواهب اللي موجوده، بس انا بقى اساسا مكتشف نفسي، عشان ممكن واحد برضه ايه يبقى لسه ما اكتشفش مواهبه ويرضى باللي هو فيه وخلاص. لا، ممكن ما عندك مواهب مدفونه لسه ما طلعتش، بس الموهبه ما تبصش لموهبه مش في غيرك وهي مش عندك. وصلت؟ ايه كمان محتاج اقبله؟ مشكلة في العيلة، عند الأب، عند الأم، عند الأخ، عند شقة عمي اللي اتسجن. وكل ما حد يسألني لا 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 ده كان عمي زمان. إيه اللي كان عمي زمان؟ هو عمك. لا أصل إحنا ما نعرفوش، إحنا منفصلين عنه من بدري وما لناش علاقة بيه. حاجة مش عارف أغيرها. مش عارف بنت عمتي مشيت مش عارف إيه غلط وراحت وما بقتش بعدت عن المسيح. لا 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 أصل دول عيلة تانية وساكنين في مكان تاني وبتاع. مش قابل حاجة وصمة موجودة في التاريخ بتاع العيلة ومش في ايدي ان انا اغيرها. لازم. ها ايه كمان؟ انا ينفع تتطور بس هتظل قوة التحصيل دي مهارة. يعني زي مثلا اللي بيجيب في الرياضة يقعد يذاكر نص ساعة في الرياضة ويجيب 50 من 50 وبعد يفحت نفسه ويجيب 48 بالعافية، هو موت نفسه خلاص، هو اخره ال 48، لأن دايما هيبقى في سؤال لبتوع الفطرة، يعني فاهماني؟ فممكن يبقى في حاجات تتطور، وأنا برضه موهبتي في ده واصلة لغاية فين؟ ها أنواع الذكاء، محتاج أقبل نوع ذكائي، أشكرك. ناس خسرتهم بسبب اخطائي او بسبب اخطائهم او بسبب الظروف او بسبب الزمن او العوامل الجويه ايا كان بقى، بس خلاص الوضع فرض نفسه ان انا مش هعرف اتكلم معاهم تاني وانا هموت وابقى لازق في الناس دي لاني بحبهم قوي، والواقع فرض نفسه ان ما بقاش في علاقه وحاولت وقدمت محبه وعاتبت. انا عمال بقول حاجات كتير عشان ما تتفهمش الفكره غلط، لكن خلاص محتاجة أقبل إن العلاقة دي هيبقى شكلها كده، بس المهم أبقى أنا مش شايل من جوايا وصافي وقدمت محبة و و اتفضلي. حد مات مثلا وأنا مش مصدق ويعني أشكرك. لازم أقبل. أنا مثلا كان قيمتي في بابا لأن بابا كان مشهور وكان حنين وكانت الناس كلها بتحبه وأنا ماليش شخصية خالص، فدايما إيه؟ أنا ابن فلان. طب بابا مات فبقيت دلوقتي حاسس إن أنا إيه؟ قليل. لازم اقبل ان بابا مات، ان بابا ما بقاش موجود، وان انا كنت مش في بابا. شكرا. لو انا مش قادر ان انا اقبل حاجه زي كده حاجه دي توقف حياتي، ما هو هو اول خطوه في العلاج القبول. اشكرك. مش قادر اعمل كده، يبقى هنا انا محتاج بقى فعلا ابدا اصلي واخد فعلا ارشاد عشان ربنا يقول لي انا ليه مش قادر اقبل ده. وبعد ما اعرف لازم اخد خطوه. فاكرين مريض بركه بيت حسده قعد كام سنه؟ 38 سنه. المسيح جه قال له قوم، قال له اول ما نكش معاه في الكلام رد عليه قال له ايه؟ قال له ليس لي احد يلقيني فين البركه. المسيح لما قال له بقى انت هتاخد الشفاء قال له ايه؟ قال له انت اتشفيت؟ قال له ايه؟ قوم قوم اقبل انك كنت مريض وقوم. طب ما انا مريض. قوم احمل سريرك وامشي. ما قالوش انت خفيت، قال له قوم. فساعات هنا بتبقى اللعبه لعبه قبول وحركه، قبول وحركه. هنقفل فكرة القبول عشان نخش، عشان عندنا لسه نقطتين تانيين مهمين وفي شوية أسئلة شائكة والوقت بدأ يجري مني. اقبل نفسك، احنا محتاجين في الحاجات اللي احنا عملناها دي هقبل الحاجات اللي فعلا مش هتتغير، شكلي، مواهبي، قدراتي، إمكانياتي اللي ربنا مدهاني، بيتي وأسرتي اللي صعب إن أنا أغيرهم، أبويا الجاهل اللي مش متعلم، مامتي اللي ضربتني وأنا صغير وفرمتني، كنيستي اللي أنا مش بحبها وعصرت فيها واضطردت منها،
منطقتي اللي بصين لي على اني قليل ومش مدين لي برستيج اللي انا استحقه، بلدي اللي بتضطهدني ودخلتني الجيش وبهدلت جوه، ولما عملت مشروع قبضوا عليا وبهدلوني، وجنسيتي اللي انا مش عارف ادخل بيها اي دوله تانية في العالم، وبقى مش طايق الجنسيه المصريه دي، هموت في الباسبور الامريكاني. الماضي بتاعي كله بالاخفاقات اللي حصلت فيه، لازم اقبله، لازم اقول حصل ومش هعرف اغيره، لكن اشتغل على نفسي من دلوقتي. احنا اولاد النهارده في شويه افكار منشطات كده بتبقى جواك تخليك مش عارف تقبل، قواعد كده قديمه. انا هحتاج اقفل باب الاسئله شويه عشان الم المحاضره، سامحوني لان انا قدامي خلاص حوالي 18 دقيقه والوقت يخلص على اخر 12، فهلملم الدنيا وهستسمحكم بقى اي اسئله هتبقى في البريك ونلم الموضوع عشان في كام نقط مش عايز حد يبقى متلخبط فيها قبل ما نخلص. شويه منشطات كده تخليك مش عارف تقبل، يعني سميها بقى تعهدات، سميها معتقدات محوريه محفوره جواك، سميها مبادئ وقيم غلط انا ورثتها في التربيه بتاعتي واتقالت جوايا كتير في المجتمع. فكره زي الفاشل بيفضل فاشل والناجح بيفضل ناجح، الكبير كبير والنص نص نص نص، والصغير ما نعرفوش، اللي انكسر لا يمكن يتصلح. في حاجات من اللي انكسرت ينفع تتصلح، وفي حاجات فعلا اتكسرت محتاجين نقبلها، والهنا اله تعويضات يقدر يعوضنا في الوقت اللي جاي. ماضي الانسان كله بيحتم عليه حاضره ومستقبل، اللي فات كله هو اللي هيشكل لك اللي جاي كله، فانا بص على اللي فات كده مفيش حاجه جايه اصلا. قواعد بحطها لنفسي بتبوظ لي الدنيا وتخليني مش قادر اقوم ولا قادر اقبل الواقع. في ناس ما بتحبش الرمادي، يا ابيض يا اسود، فاذا فانت حاجه من الاثنين، يا ناجح يا ايه يا فاشل. وانا في حاجات كتيره نفسي انجح فيها ومش عارف ايه، انا من انهي نوع الفاشلين اللي ما فيهمش اي احتمالات للتطور. مش معقول كل الناس دي غلط وانا اللي صح، اكيد انا اللي ايه اللي غلط، وافضل اقلل في نفسي اكتر واكتر. في قواعد تفكير تانية كتير غير دي، بس احنا حطينا اشهر الحاجات. احنا كل ده في اول نقطة في العلاج اللي هي قبول النفس او قبول الواقع. في شوية افكار لطيفة الناس اللي كانت بتتكلم عنها مش قادر اقبل اعمل ايه، توصيات كده على خفيف، يعني احنا لسه كل ده في اول خطوة بتاعة قبول. رقم واحد، ركز على الايجابيات اللي جواك، ركز على المواهب اللي عندك، ركز على القدرات اللي ربنا مديها لك وطورها، اللي هو بالبلدي بص لنص الكوبايه المليان. نمره اتنين، حاول تكون اتجاهي في كلامك، اتجاهي في حديثك الذاتي، اتجاهي ايجابي، ايجابي في حديثك الذاتي، ايجابي في كلامك في لسانك، ايجابي في الشكوى بتاعتك، ما تبقاش دايما شكاي دايما متذمر، خلي لسانك ايجابي اللي طالع واللي جوه اللي بيدور في دماغك. رقم ثلاثه، بقبل فعلا الحاجات اللي مش هينفع تتغير. رقم أربعة، بتجاهل الآراء المحبطة. دايماً كل واحد حواليه بيئة سلبية، والبيئة السلبية دي ممكن تكون هي السبب أساساً اللي جابت لك صغر نفس أنت محتاج تفصل ودانك عنه. ممكن يكون بابا وماما بيحبوني جداً وطريقة تحفيزهم ليا هي الإيه، إنه ينغصني بجنب الكلام عشان أقوم أتنحرر وأعمل اللي عليا، فأنا محتاج أعمل إيه، هو بقى يتكلم وأنا إيه بدخل من هنا وأطلع من إيه من الناحيه الثانيه، لان الكلام ده هيبقى فعلا سلبي. انا محتاج اسمع كلام مشجع، الكلام المشجع ده وانت كبير ودلوقتي مان هيز ريسبونسبل بقى، فهعمل ايه؟ انا اللي هشجع نفسي، انا اللي هقول لنفسي هقدر بنعمه ربنا، انا اللي هقول لنفسي انا هعمل لنفسي صوره ايجابيه جديده غير الصوره اللي فاتت. وهنقول دلوقتي في ثاني خطوه هتتعمل ازاي، انا فهمت كلامك رايح لفين وهرد عليه حالا. رقم خمسه، اربط نفسك ببيئه ايجابيه على قدر الامكان. حط نفسك مع ناس مشجعين في الخدمه، في الكنيسه، في مدارس الاحد، في شغلك على قدر الامكان، في حياتك. ابعد عن الناس اللي بيقولوا لك كلام محبط. انت محبط دلوقتي عشان شغلك قليل والاقتصاد بايظ، هتقعد مع واحد مشروعه فشل وقاعد على القهوه عامل كده؟ ابعد عنه بقى، ما تقعدش معاه دلوقتي، ما حبكش دايما. اصل ايه اللي حظهم اللي حظهم وحش تلاقيهم ايه اتلموا على بعض، ونبدا بقى ايه نندب حز بعض ونبدا نبكي على بعض، وانا اطوم وهو يولول وهي تطوم وانا عيط لها. لا، ارتبط ببيئه ايجابيه عشان تطلع من اللي انت فيه. خطوه القبول خلصت، هنخش على خطوه تانية. عايز اتحرك،
عايز اقوم اعمل ايه؟ في ترتيب الله حطه، ترتيب المسيحي بقى المنطقي كده علشان اعالج صغر نفسي. رقم واحد، لازم افهم ربنا. هو انا محتاج اعمل ايه اصلا؟ هو احنا بنعالج ايه؟ صغر النفس. يعني انا محتاج اساسا اقيم نفسي صح، افهم نفسي. بس عذرا احنا محتاجين نرجع للمنظومه اللي الله كان حاططها. احنا قلنا ان الله كان خالق الانسان يشوف كل حاجه بعينيه، هو بعينين الله. لما الانسان اختار انه ما يشوفش بعينين الله ويبدا يشوف بعينين نفسه، كل حاجه تشوهت وبدا مبدا المقارنه الملعون. طب عشان اصلح انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ارجع تاني الزق في ربنا وابدا اشوف الامور واقيمها بعينين مين؟ بعينين الله. عشان كده اول خطوه في العلاج بقى، احنا قلنا عندنا مرحله القبول. مطلوب مني ايه دلوقتي؟ افهم ربنا بيفكر ازاي، افهم ربنا بيقيم ازاي، افهم ربنا شايفني ازاي. وده اللي يخليني افهم نفسي واقيم نفسي بطريقه صحيحه انا كنت مخلوق عليها، مش بالطريقه اللي العالم حطها لي. هتبقى النتيجه الطبيعيه ان انا هبدا افهم الاخرين كمان. فانا هحب الله، هحب نفسي، هحب اللي حواليا. وهو ده الناموس كله والانبياء، مش ده المسيح قاله لما اتسال ايه اعظم وصيه؟ حب الرب الهك من كل قلبك وقدرتك، وحب قريبك كنفسك. طب انا مش عارف احب قريبي لان انا محصور اساسا جوه نفسي. وهو اللي عنده صغر نفس ده ايه؟ عنده ازازه كده من جوه مرايه عمال بيلف فيها، مش شايف غير نفسه، شايف غير نفسه، شايف غير نفسه. الناس بس تبص له كده من فوق، يا فلان اعمل، اطلع من نفسك، اعمل اي حاجه مفيده. حاضر. هو محفور ومحصور جوه نفسه، مش شايف اي حد تاني في الحياه. طول الوقت ايه؟ عمال يبص للي حواليه برضه من الفتحه الضيقه دي، وبيقيم نفسه في المرايه. ها؟ عامل كده. اطلع منها ازاي؟ مين اللي يطلعني؟ الله. الله اشوف نفسه من اشوف نفسي من خلاله. هو اللي فهمني نفسي، هو اللي فهمني قد ايه انا غالي، قد ايه انا جميل، لان الله ما بيعملش حاجه وحشه. لما اقبل نفسي اعرف اطلع بره نفسي واحب الاخرين. دي الوصيه. واللي مش هيعرف يعمل كده هيتعطل عن وصيه المحبه، هيتعطل عن وصيه الغفران. ممكن واحد يبقى مش قادر يغفر، وهنتكلم عن الغفران بعد البريك. ممكن يبقى المعطل الاساسي ليه صغر النفس، لان الوجع اللي اترمى عليه من حد قاسي واقوى منه علم في نفسيته تعليمه بسبب ان هو ضعيف جدا. فلما خد جرح ما بقاش جرح، ده بقى قطع لغايه الشرايين بسبب صغر النفس. وبالتالي موجوع قوي مش عارف اغفر، وبالتالي مش عارف اخرج بره نفسي، مش عارف امارس وصيه الحب اللي هدخل بسببها الابديه والملكوت واللي هلتصق بيها بقلب الله. من الاخر كده، انا فعلا محتاج اشوف نفسي بالطريقه اللي الله بيشوفني بيها. انا محتاج نمره واحد اقبل، نمره اتنين افهم الترتيب المنطقي اللي هشوف نفسي بيه في الوقت اللي جاي، نمره ثلاثه هعمل الموضوع بقى بتاع العلاج المعرفي فيما يخص حته صغر النفس. نظريه العلاج المعرفي قويه جدا مع الشعور بالذنب ومع الشعور بصغر النفس. فاكرين القاعده بتاعت العلاج المعرفي امبارح كانت بتقول ايه؟ ميز الاكاذيب والفضل وصدق الحقيقه تاني. ميز الاكاذيب وصدق الحقيقه وصدق. انا هنا عايز اغير الافكار الخاطئه اللي عن نفسي. اتقال لي ان انا غبي وانا اساسا ذكي، اتقال لي ان انا ضعيف وانا اساسا قوي، اتقال لي ان انا وحش وانا اساسا ربنا خلقني حلو. فانا عايز اغير الحاجات دي علشان اميز الاكاذيب. خلي بالك بقى، في اكاذيب كتيره قوي انتوا اللي هتقولوها مش انا، خاصه بموضوع القيمه. ايه الاكاذيب اللي العالم بيحطها تخص شعوري بالقيمه؟ الجمال، قيمتك في فلوسك، قيمتك في جيبك، معاك تسوى، ما معاكش ما تسواش. الراجل ما يعجبوش الا ايه؟ الا جيب. فهنا بص العالم بيحط لي ايه؟ القيمه في المال، القيمه في الجمال. دي كلها معايير واكاذيب انا محتاج اشطب عليها من حياتي، لان لو فضلت موجوده انا لسه ببص لنفسي بنظره العالم، مش ببص لنفسي بنظره الله. ها؟ ايه كمان؟ التعليم.
احنا بلدنا بلد شهادات، فاللي معاه شهاده هيعيش، اللي معهوش شهاده هيداس تحت الرجلين. نبدا حتى في الكنيسه نفسها بعد ثانوي نبدا ناس تدخل فئه الدبلومات والعمال ومش عارف ايه، وناس تانية تبدا فئه المهندسين والتجاريين والمحامين والدكاتره والاطباء، ودول ينزلوا خدمه ودول يتفشوا من الخدمه، ودول في الاخر يدوروا على دول عشان يجيبوهم الكنيسه ما يعرفوش. بسبب ايه؟ بسبب قيمه خاطئه قيمنا نفسنا عليها، فصلتنا عن الكنيسه وفصلتنا عن المسيح وفصلتنا عن الابديه كلها. جواز الاطفال يعني مين دايما امتك في اللي انت هترتبط فيه؟ جالك مع كام؟ جابلك شقة فين؟ جابلك شبكة قد ايه؟ وانت شكلها ايه؟ بنت ناس ولا لا؟ حلوة؟ امتي ما هنجزها وصورنا هتتحط على الفيس كده، هينفع الكفر فوتو يبقى كده مع عروسة اي كلام؟ امتي في اللي هتجوزها؟ ايه تاني؟ قيم الخاطئة؟ ايه؟ الوضع الاجتماعي، الغنى والفقر، ولادي ووصلوا لغاية فين وتعلموا ايه. انا مخرجة اتنين دكاترة واتنين مهندسين، واللي كانت امكانياتهم قليلة وكلهم طلعوا دبلومات ومعاهد وحشين مش هيدخلوا للسماء، الله شايفهم قليلين. خلي بالكم من نقطة خطيرة، ايه هي؟ في التعليم المسيحي في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في غزو حاصل، بس نشكر الله مش كنيستنا، لان كنيستنا فاهمه بتعمل ايه كويس. الكنيسه البروتستانتيه هي نفسها فيها فكرتين دلوقتي قايمين على نفسهم، الكنيسه المعمدانيه الغربيه داخله الكنيسه الانجليه اللي هنقول شرقيه، وان كان الانجليه كلها انجليه غربيه، لكن الانجليش داخلها بفكره جديده دلوقتي. ايه هي؟ والفكره دي شكلها براق قوي وشكلها شيك، عارفين بتوع التنميه البشريه؟ برضو في منهم كتير معمدانيين غربيين بيعملوا ايه؟ انت تقدر، هتقمص الشخصية دلوقتي، ما تقبلش ان انت تكون زي ما انت، انت مش اقل من الناس اللي نجحت، انت مش اقل من اينشتاين. انتوا عارفين مش عارف اديسون مات كم مرة، وقع كم مرة في التجربة بتاعته، مش عارف بعد ايه؟ دي مقارنة. اشكرك يا كريستين، اشكرك اشكرك. الكنيسة دخلها بفكرة روحية خاطئة، ايه هي؟ ان الفقر لعنة، وان ولاد المسيح اتخلقوا علشان يستمتعوا بالبركات الارضية، ويبدأ يكلمك ويقنعك جدا جدا من العهد القديم، لان فعلا فكر العهد القديم فعلا في التعامل مع الله مع شعبه كان فعلا البركة المادية هي نتيجة البركة الروحية، وكان الله كده كان يقول لهم هتمشوا ورايا وهتسمعوا وصايا، هبارك في غلاتكم وهعمل وهعمل. طب ومش مش هتسمع الكلام، هيحصل وهيحصل وهتاخدكم اراضي. ايه ده؟ طب وفي العهد الجديد؟ لا، الموضوع ده اختلف. ده المسيح لما اختار ينزل نزل ايه؟ نزل فقير. لما وقف قبل الصلب قدام بيلاطس يقول له انت ملك؟ قال له انت بتقول. قال له طب ايه؟ قال له مملكتي ليست من هذا العالم، انا اقدر اجيب مش عارف 12000 جيش يعملوا كذا كذا دلوقتي، بس مملكتي ليست من هذا. فخلي بالك، اقبل فقرك بس تكون عملت اللي عليك، مش قاعد متكاسل وما بتعملش حاجه. اقبل امكانياتك، انك مش عارف تبقى تعمل دكتوراه وماجستير، اقبل ان انت بكالوريوس وده اخرك، ما عندكش امكانيات تحصيليه، مش انت مش اقل من فلان، اقبل ده. والله دايما كان يميل ناحيه الغلبان، ناحيه الفقير، ناحيه الضعيف، وحتى ناحيه الخطاة. بس خلي بالك، لان برضو ايه؟ اولاد الله كلهم ناجحين. الجمله دي صحيح بس فيها فيروس. طب واللي عمل كل اللي عليه وما نجحش؟ مبقاش من ولاد الله؟ معيارها ايه بقى؟ ايه معيار الله في تقييم الحاجات دي؟ قدراتك وامكانياتك. الله ادالك وزنه، وادالك 3 وزنات، وادالك 5 وزنات. مستحيل اللي معاه وزنه يقارن نفسه باللي معاه وزنتين باللي معاه 5 وزنات. طريقه تانية في التقييم، النجاح نفسه مش مقياس. طب ايه مقياسه؟ الله بيقيس النجاح ازاي؟ اشكرك اشكرك بالامانه مش بالدرجه، بالامانه مش بالدرجه. احنا في اسلوب تقييمنا اللي ابليس حطه لنا في طريقه التفكير واللي جايب لي دايما صغر نفس، جبت كام؟ معاك كام؟ تملك ايه؟
تعرف مين الامان في السلطه ولا القيمه في السلطه ولا مش ولا اللي ليه ظهر ما يضربش على بطن. لكن الله لا، الله يحاسبك على امانتك. لما جه حاسب الناس بتوع الوزنات قال له في الاخر ايه وهو داخل الملكوت؟ كنت امينا. الله بيقيس امانتي مش بيقيس الدرجه بتاعتي. في مثل اصحاب الساعه الحادية عشر، اللي جوم الساعة الأولى خدوا في الآخر 10 جنيه، واللي جوم الساعة الثالثة خدوا في آخر اليوم 10 جنيه، طب واللي جوم آخر ساعة واشتغلوا ساعة واحدة إداهم كام؟ طب ما ده تعب أكتر من ده. مش مهم. لأن الله مش بيقيس عدد الساعات اشتغلت كام. مش بيقيس أنت شكلك حلو ولا وحش، مش بيقيس أنت درجاتك جايب كام، مش بيقيس أنت تعبت قد إيه، بيقيس أنت كنت أمين في اللي في إيدك ولا كنت مقصر فيه. يا سلام عليك يا رب. انا محتاج اشعر بقيمتي مع الله، لان الله جه وقال لي حاجه بقى، قال لي خلي بالك بقى، بص في العهد الجديد في منظومه ثانيه للتفكير، ده اللي هنختم بيه في الدقيقتين بالظبط. تفكير في العهد الجديد ايه؟ انت شايف نفسك قليل؟ لا، قد اشتريتم بثمن. بكام يا رب؟ لا باشياء تفنى ولا بذهب ولا فضل. امال اشتريتنا بايه يا رب؟ بدم كريم. حضرتك تمنك ايه؟ تمنك دم المسيح. يبقى انت غالي ولا رخيص؟ هل ينفع الحاجه الغاليه دي اجي اقيمها بقى بالطريقه اللي العالم بيقيمني بيها، بالطريقه اللي بابا وماما كانوا بيقيموني بيها وانا عشت بقيم نفسي بيها طول العمر، ويمكن دلوقتي بطالب بيها اولادي كمان؟ لا. قديس اغسطينوس حس في وقت من الاوقات ان هو اغنى واحد في العالم، اعلى واحد، وركب كده على العالم كله. امتى؟ لما حس انه مش محتاج حاجه، مفيش حاجه تستاهل ان انا اقيم نفسي عليها. ده انا برنس، ده انا قاعد في اعلى نقطه في اعلى جبل على العالم كله، والناس كلها تحتي انا. ليه يا سينوس عملت ايه؟ سبت كل حاجه. حسيت ان كل ده مش هيديني احساسي بنفسي. امال ايه اللي هيدي لك احساسك بنفسك؟ ارتباطي بالله، نظره الله ليا. عروس النشيد انت سودة ولا هيجي لك عرسان؟ طب وايه يعني؟ انا سودة خطوط القبول ولكن جميله. طب مين اللي قالك ان الجميله؟ حبيبي قال لي، حبيبي قال لي ها انت جميله يا حبيبتي عيناك حمامتان. ده انت سودة وكودة وشمس التجارب لوحتك وبنو أمك غضبوا عليكي ومطرودة وزانية ومقرفة، بس حبيبي قال لي تحت لسانك عسل وشهد. هو شايفني كده، فأنا قبلت إن أنا سودة وفهمت إن أنا جميلة. مين اللي فهمك كده؟ حبيبي. عشان كده علاج صغر النفس، واحد اقبل الضعفات، اتنين افهم نظرة الله ليك وصدقها وآمن بيها واعتنقها وتبناها، وإلغي كل الطرق بتاعة العالم اللي عمالة بتقيم نفسك عليها، وبالذات أفكار بتاعة الحتة بتاعة المقارنة. الكتاب بيقول وتعرفون الحق والحق يحرركم. إيه اللي يطلقك ويصلح لك بقى الأفكار الغلط بتاعة العلاج المعرفي؟ مش احنا قلنا هنطلع الأفكار الغلط؟ في ناس قالت طب وهرد عليها زي افرض ما لقيتش رد، احسن مكان اجيب منه رد والرد يفرض نفسه ويبقى حاسم وقاطع. منين؟ الانجيل، حق الله. تعرفون الحق والحق ايه؟ هو اللي يحررني، هو اللي يطلقني من القيود بتاعت صغر النفس اللي العالم حطها. لإلهنا كل المجد الدائم.